توكل على الله بسم دكتور. الله بسم الله الرحمن الرحيم. طيب شباب، احنا بسم الله الرحمن الرحيم بدينا في السكر على السريع. طبعا سريع طبعا. انا بس اعطيكم فلسفة العلم، فلسفة علم السكر، وانه وعينا يزيد يوم بعد يوم عن السكر، وانه البشرية قريبة من وجود حل، واعتقد سيكون جيني او بالزراعة الجينية او يعني بالخلايا الجذعية بالنسبة للحل السكري. وبالتالي اذا هذا الحل صار معناته انه هذا الباب كله يغلق يعني. لكن على العموم، هو مرض السكر معروف منذ القدم، حتى اليونانيين يعني صنفوه، وكان التصنيف الجميل والرائع لابن سينا، وقلنا احنا سماه في حينه سماه المرض المذيب للحم، على اعتبار انه اصحاب السكر خصوصا تايب 1 طبعا يخصه كثير، ونتيجة طبعا لأنه في ذلك الوقت كان ما فيش علاجات، فكان المريض يخس كثير جدا فيذوب لحمه، فكان توصيفه صراحة توصيف جميل بخلاف التوصيف الحديث. احنا حتى اسم قلنا دايبيتس، قلنا هي كلمة لاتينية تعني السيفون أعزكم الله، وتعني بهذا المعنى زيادة الإخراج. فكان ابن سينا موفق كثير جدا جدا جدا، وله وصف انا اذكره حتى في البي سي او، وكان طبعا حتى هو يسمى على فكره هو المعلم الاول يعني بعد بقراط في المدرسه الطبيه، وهذا طبعا متعارف عليه بالغرب، يسموه المعلم الثاني بعد بقراط يعني طبيا، لكن احنا شعوب عربيه نجلد نفسنا وذاتنا كثير يعني. ففي توصيف معه ايضا حتى لمرض البي سي او، مرض البي سي او طبعا حتى الاسم هذا ما يستوعبش المرض، بي سي او التكيسات المبيضيه، الاسم لا يعني المرض، ما يقدرش يوصف الحاله المرضيه للتكيسات عند النساء. فكان له مرض توصيف جميل هو من حيث الاسم، فكان يسميه مرض احتباس الدم او احتباس الدوره او اختناق الدوره، فكان توصيف جميل جدا جدا. بس طبعا حتى المدارس الغربية أحيانا لا ترضى أيضا، نحن ما نقولش يعني بنظرية المؤامرة، لكن يعني هو هذا اللي صار. فعودة إلى السكر، وقلنا أنه في كان وصف تاريخي، وإحنا عرفناه وقلنا تعريفه في 4 كلمات يجب أن تحفظ عن ظهر قلب، أنه أولا ميتابوليك ديزيز وكورونيك، والسبب أنه انسولين أكشن ويحصل كومبليكيشنز. هذه كانت الفكرة الأولى من حيث التعريف. وقلنا وبائيا هو السكر الآن يتصرف كحالة وبائية عالمية، وأذكر أنه أكبر النسب الآن تقريبا على مستوى الخليج وتحديدا الكويت تقارب من 40% من حالات سكر، يعني وكأنه نصف المجتمع مصاب بحالة سكرية، وطبعا هذا رقم كبير يعني. حتى لو رجعنا احنا الثمانينات كان الشغلات هذه السكر يعني حاجة بسيطة يعني 3% 5%، لكن الآن مع ستايلز الحياة ومعيشة الناس تحول إلى حالة إبديميك، ينتقل بين السكان وبشكل سريع يعني. وبعدين دخلنا إلى الكلاسيفيكيشنز، قلنا في تقسيم قديم وقلنا في تقسيم جديد. التقسيم القديم القاعدة إنه يعتمد التقسيم على طريقة المعالجة والعمر، يعني عاملين مهمين في التقسيم القديم هو العمر وطريقة المعالجة. ولذلك احنا عملنا تايب 1 وتايب 2، حتى كان بطريقة المعالجة سميناه انسولين ديبندنت ونان انسولين ديبندنت، على اعتبار انه الاسم هذا واجي من طريقة المعالجة، انه انسولين يعتمد على الانسولين ولا يعتمد على الانسولين. وعلى فكرة هذا الاسم الان انسولين ديبندنت ونان انسولين ديبندنت اختفى ويختفي الان حتى من الكتب العلميه، وانا حتى اوصي الناس اللي تكتب اوراق علميه او ابحاث من الشباب خلاص ما عاد باقيش لفظه انسولين ديبندنت ونن انسولين ديبندنت، الان فقط تايب 1 وتايب 2. فلذلك هذا المسمى اختفى تماما جدا. طبعا هذا المسمى وجد مع العالم الكندي الكبير بانتينج سنه 1922، احنا اتفقنا اللي هو عام اكتشاف السكر، عام اكتشاف وقصته المعروفة. فلذلك احنا في وقته سميت بهذه الطريقة ديبندنت ونان ديبندنت. وبعدين احنا اتفقنا يا شباب وانتقلنا بعد كذا الى
ال WHO الكلاسيفيكيشنز حقه، وانهم اعتمدوا على طريقه فقط العم التريتمنت، طريقه المعالجه، واهملوا جمله وتفصيلا قضيه العمر وقضيه طريقه المعالجه، عفوا ديبندنت ونان ديبندنت. فاعتمدوا التصنيف، عفوا من جديد اعتمد التصنيف على الايثولوجي، على السبب، واهمل طريقه المعالجه والعمر. ومن هذا احنا انطلقنا وقلنا انهم هم اصلا صنفوه الى 7، وبعدين احنا بقواعدهم، انا بقواعدهم وسعناه الى 19، وهذا التوسيع قابل للزياده ايضا الى اكثر من ذلك، الى اكثر قد يتعدى حتى ال 25. على كل، ولذلك احنا صنفناه اول يعني نيو نيتلز، وقلنا هذا سكر يصيب حديثي الولاده، واحيانا قد يكون حتى الاجنه في بطون امهاتهم، وقلنا هذا حاله نادره، وهو موجود منه نوعين، يعبر ولا يعبر، ويعتمد هذا على الكروموزوم، اذا كان 22 فهو يعبر، اذا كان 15 هذا يظل مع المريض ما بقى حيا. وقلنا حتى الناس اللي يعبر عندهم، اللي هم هذو 20% من الحالات في النيونيتلز، قد يعاود، هناك نسب قد يعاود في مرحلة الكبر، قد يعاود في مرحلة الكبر. وقلنا ايضا نحن فردنا البري دايبيتيك، رغم ان الدبليو اتش او هنا لم تفرد للبري دايبيتيك، احنا فردنا له صفحه وقلنا البري دايبيتيك، وقلنا احنا في تعريف حتى البري دايبيتيك هي حاله لم تصل الى الحدود التشخيصيه بعد، هي حاله لم تصل الى الحدود التشخيصيه، يمكن الكشف عنه بما يسمى بالانسولين ريسيستنس، وتكلمنا عن هذا الموضوع كثيرا. وبعدين مشينا الى الموضوع الثاني، قلنا في معانا التايب 1، وقلنا انه التايب 1 يمثل 10%، وقلنا موجود منه نوعين، تايب A فيسمى هذا التايب 1 تايب A، وقلنا هذا ينقسم الى نوعين اميون، والتايب A B اللي هو ايدوبيثيك، وقلنا انهم الاثنين صوره تبقى الاصل تماما، لكن هذا غير مجهول السبب، وان كنا نتهم الفيروسات وهذا مناعي، وقلنا نكشف عنه بالايتو ام، طالما مناعي نكشف عنه بالايتو اميون ماركر. وبعدين ذهبنا الى التايب 2، وقلنا ما بين التايب 2 والتايب، ما بين التايب 1 الان والتايب 2 يوجد نوعين من السكر، اللي هو لادا اللي هو تايب 1.5، وقلنا هذا هو حاله سكريه واحد، هو سكر من النوع الاول، لم ياتي على صغر، اتى على كبر. وهذا طالما ايتو اميون ايضا نكشف عنه بالايتو اميون ماركرز، وقلنا هذا هو سلو of onset، هو حالة تمشي ببطء ولذلك يصاب على كبر. وقلنا أيضا يضاف إليهم هذا إلى اللاذع، يضاف لهم المودي، وقلنا هذه حالة جينيتيك وموجود قلنا منه أكثر من 12 صنف. وبعدين انتقلنا إلى النوع الثاني اللي هو جينيتيك ديفكت اوف انسولين اكشن، قلنا تايب A وتايب B ومجموعة من الأمراض، وعفوا وقلنا أخطرهم هو التايب B. وبعدين مشينا وقلنا في حاجة اسمها تايب 3 اللي هو الزهايمرز، وقلنا بالزهايمرز هذا هو سكر تايب 2، حتى في بعض المراجع أحيانا ما يذكروش باسم الزهايمرز، خلاص يقول لك تايب 2، لكن مع كثرة الآن الأبحاث والمراجع التي تتكلم على أنه الزهايمر هو سبب عند بعض الناس للتايب 2، ولذلك أفرد له، هو متعارف عليه أنه تايب 3. وقلنا انه في هذا الموضوع انه في بروتين اسمه تاو، وهذا البروتين يعيق اخراج الذاكره والمعلومات الدماغيه من الخلايا الدماغيه، وبنفس الوقت يعمل انسولين ريسيستنس، وبالتالي يؤدي بالمريض الى السكر، سميناه تايب 3. وبعدين قلنا بارتل، وقلنا هذا اهم انواع السكر على الاطلاق في التايب 1، اهم انواع السكر في التايب 1 على الاطلاق، لانه هذا يصيب التايب 1. وقلنا هذا البارتل هذا متذبذب، وانه قد يؤدي الى الوفاه، وانه هؤلاء الناس عرضه بنسبه اكبر الى الوفاه، ولذلك نحتاج الى ان هؤلاء الناس قد يحتاجوا الى دخول المستشفيات لضبط الحالات السكريه. ولكن قلنا بارتل هو هش، يعني متردد، فريكوينتلي متذبذب، ولذلك يعني صعوبة في المعالجة إذا لم يكن هناك ضبط وطبيب ممارس ودائم على المريض. وقلنا مع أيضا معنا الدبل ديبيتس، وقلنا هذا النوع يكون نوع من التايب 1، وهذا يكون بنفس الوقت حاصل له
بالريسبتورز مشكلة فيحصل انسولين ريسيستنس، فتضطر انت الى ان ترفع جرعة الانسولين، ومع رفع الانسولين هو يزيد بالاوبوسيتي، فندخل في حلقة مفرغة من زيادة الاوبوسيتي وزيادة جرعة الانسولين، فيكون هو تايب 1 لكنه سمين فسميناه دبل. وبعدين قلنا احنا معنا السكندري ما له علاقة بالعلاجات، وقلنا على اشهر هذه العلاجات هي علاجات الاكتئاب، وعلاجات اللي تعمل في الخفض المناعي مثلا في زراعة الكلى زي السيكلوسبورين والبرجراف، وفي علاجات الاتش اي في، وفي علاجات الايتو امين بشكل عام ترفع السكر عند بعض الناس. وبعدين ذهبنا الى سكر الحمل، وقلنا احنا سكر الحمل صنفناه الى اكثر من صنف، وقلنا انه في تايب 1، وهذا التايب 1 تكون عند فحص الصائم طبيعي لكن بعد ساعتين مرتفع، يعني في اللي هو الترولينس مضروب. وقلنا تايب A2 من البريجننسي، انه الاثنين معنا الفاستنج والبوستبورن دي المرتفع. وقلنا ممكن ايضا انه في حالات سكريه لامراه لا اصيبت بالسكر قبل ولكن حملت بعد ذلك، وتبعا لهذا احنا صنفناه بهذه التصنيف اللي هو التايب بي والسي والدي وايضا الاي، ويمكنكم طبعا الرجوع اليه. والتايب اف اللي هو قلنا دايابيتيك اف نفروباثيز، يعني واحده حملت وعندها بنفس الوقت نفروباثيز، عندها مشكله في الكلى او فشل كلوي. وقلنا ايضا تايب ار اللي هو في مشكله في الريتنوباثي في العين، او تكون لا قدر الله موجود الاثنين ريتنوباثيز اند نيفروباثيز. وقلنا هذا التصنيف ايضا نحن صنفناه باسم وايت نسبه الى العالمه الامريكيه التي هي عملت هذا التصنيف، هذا الشكل من التصنيف هو لعالم امريكيه، طبعا له فتره طويله هذا التصنيف. وقلنا ايضا انه بعد كذا اتجهنا الى انه في حاجه اسمها اكسوكراين، وقلنا هذا الاكسوكراين انه حاله سكريه لمريض ما فيش مشكله خالص لا بالبنكرياس ولا اي شيء، وانه السبب في السكر هو سبب خارجي اثر او ضرب بيتا لانجرهانس. وقلنا هذا يعمل 5% من الحالات. وذكرنا نحن واحده من الامور اللي هي سيستيك فيبروزيس، اللي هي هذه السيستيك فيبروزيس، وعلى ما اتخطر قال لكم الدكتور انتم ايضا عملتم او عمل هو بحث او في 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 موضوع سيستيك فيبروزيس. وقلنا هذه النقطه في سيستيك فيبروزيس انه مشكله، وهذه المشكله انه تؤدي بالمريض يا دكتور، تؤدي بالمريض انه الحجم الميكوزه تزيد عند هذا المريض، وبالتالي يحصل هذه الميكوزة تعمل انسداد لقنوات جزر لانجر مشكلة للسكر. ولذلك هذه طبعا من الأمراض اللي هي طبعا مرض جيني وراثي، وبالتالي هذه طبعا يحتاج إذا أنا أتمنى أن يكون في توسيع لديكم في هذه المجموعة على الأمراض الوراثية والجينية، علشان أصلا الرؤية تتوسع انه تشمل الرؤية عدة امراض من ضمن التليف الكيسي، على فكرة سيستيك فيبروزيس يسمى التليف الكيسي. وطبعا ما ادري شنو، ممكن انا كان معي برضو محاضرة في هذا الاتجاه على سيستيك فيبروزيس. لكن على كل الحالة هذه طبعا يحصل فيه طبعا تأثير مشاكل اجتماعية ونفسية حتى لدى الأسرة، وطبعا العلاج حقها مكلف كثير ومتعب، تمام. ولذلك حتى طريقة فحص نحن نفحصه عبر واحدة من الفحوصات، طبعا انه اول فحص مش واحدة هو الاساس في الفحص، هو فحص التعرق، نقيس نحن مستويات الكلور في العرق، وبعدين في فحوصات طبعا الاكس راي والالترا ساوند والى اخره، وبعدين في فحص دي ان اي اناليسيس الى اخره. فهذه الحاله تكون البنكرياس سليم، لكن هذا المريض حصل سيستيك فيبروزيس فاثر على البنكرياس. من الامراض الاخرى اللي هو هيموكروموتوزيس، وقلنا الهيموكروموتوزيس هي زياده الحديد في الدم، فالحديد في الدم لما يزيد يترسب على كل اعضاء الجسم، قلنا واحده منهم يترسب على الكبد، ولما يترسب على الكبد يعمل عده امراض، واحد منها يعمل سيروزيس اللي هو التليف الكبدي. وعلى فكره التليف الكبدي من الحالات احيانا المتعبه لدى المرضى وحتى الدكاتره يعني. فيعمل سيروزيس، ويعمل كان في بعض الكتب انه يساعد على السرطان، لا
هو الآن في الأبحاث الحديثة الجديدة أنه لا، هو السبب للكانسر في الحديد، زيادته تراكمه يؤدي إلى كانسر في الكبد، ويعمل سيروزس 2. 3 أنه ممكن يترسب على الخصيتين، يعمل عقم دائم، ويترسب على الجلد ويعمل لون برونزي، وأيضا يترسب قلنا على البنكرياس، فيعمل يدمر جزر لانجر هانس، فيؤدي إلى ظهور السكر، ولذلك احنا سمونه هذا السكر البرونزي، برونز دايبيتيك. وقلنا طالما في اكسو في ايضا اندوكراين، وهذا طبعا لسبب داخلي، خلل في الغدد الصماء، هذه تنتج كمية من الهرمونات تعطل عمل البنكرياس. وقلنا واحد منهم الجروث هرمونز، اللي زيادته طبعا انه الغدة هذه تنشط في العملاق، فتؤدي به الى حدوث السكر. وقلنا ايضا السبب الاخر او الشريحه اللي بعدها اللي هو انفكشن او انفكشس دايبيتيك، وقلنا في هؤلاء المسؤولين هم الريبولا فيروس والسيتوميجالا فيروس، وحديثا طبعا الكورونا فيروس. وقلنا الكورونا فيروس تستطيع ان تدخل الى الخلايا المنجرهانز وتدمرها، لان الريسبتور اي سي اي 2 هذا هو نفسه الريسبتورز اللي ينفذ منه من التايب او الفيرال الى جزر اللانجر هانز. وقلنا ايضا في حال شكرا لك. وقلنا ايضا في نوع من السكري غريب، انه هذا مصاحب لزياده الهايبر لزياده الترايجليسرايدز. وقلنا الترايجليسرايدز اذا زاد عن 150 فهو ريسك للقلب زي ما تعرفوا، عند 450 هو يكون ايضا ريسك للقلب الطبيعي ل 150، لكن اذا زاد زيادات كبيره فوق ال 1000 وال 1500 يعمل انفلميشنز على البنكرياس ويدمرها تماما، فيؤدي بالمريض الى التايب 1. وبعدين قلنا المان نيتروشن ديبيتس، واحنا قلنا نوعين، وقلنا واحد منهم هؤلاء انه يحصل يعني ستونز، اشبه بالستونز على البنكرياس، اللي نسميها فيبرو كلاسيفايد على البنكرياس، فيؤدي بالمريض الى التايب 2 مستقبلا. وقلنا هذا المرضى طبعا مساكين، يكون محكوم عليه بالجوع في بدايته حياته نتيجة للحروب أغلبهم هذا، وأيضا في نهاية الحياة يكون مصاب بالسكر. وقلنا أيضا في معنى السيدو يوروميك دايبيتس، وقلنا هذا سكر كاذب يصيب أصحاب الفشل الكلوي المزمن في المرحلة الثالثة والرابعة. وقلنا السبب فيه هذه، انه البنكرياس اصلا هي التي في الاحوال الطبيعيه البنكرياس هي التي تفرم تطحن تحطم البنكرياس هي والكبد، لكن لما الكبد خلاص يكون خربان، عفوا الكلى خربانه، فالكلى في هذه الحاله ما تقدرش تفرم او تحطم الانسولين، فيرجع للدم يؤدي الى انسولين ريسيستنس، وبالتالي يصيب المريض بسكر. وقلنا هذا المريض يشفى في حالة زراعة كلى، لما نزرع له كلى جديدة خلاص يروح السبب ويرجع طبيعي جدا. فتصور أنت مريض كان مصاب بالسكر، نزرع له كلى خلاص يبقى سليم وما في أي حاجة. وقلنا النوع الآخر عن كلاسفايد دايبيتيس ماليتاس، وقلنا هذه نافذة جديدة لأي نوع من أنواع السكر اللي غير مطابقة لهذه المواصفات، وكانت بسبب جديد ممكن أن تضاف إليه. وعلى فكرة إحنا كنت نقلت قبل فترة في الفينا في المجموعة إنه هذا قابل للزيادة. طبعا هذه الزيادات أنا فعلتها كلها، من ضمن الزيادات مثلا واحد منهم اللي هو إحنا قلنا إليمنتري دايبيتيك، اللي هو نحن نسميه السكر الهضمي، وهذا إحنا صنفناه وشرحناه في الجلوكوز يوريا، لكن ممكن انا مستقبلا بضيفه هنا، سيكون رقم 19 او 20، اللي هو سكر له علاقة طبعا في الجانب الهضمي، مشكلة يا في استئصال المعدة والامعاء والى اخره. واحنا شرحنا هذا لما نصل الان لشرائح الجلوكوز يوريا. وبعدين ذهبنا من هذا التصنيف وقلنا في تصنيف اخر للسويديين، وهذا حديث يعني عمره 5 أو 7 سنوات عفوا، وهذا لهم معايير جديدة في التصنيف، لم يعترفوا في العمر ولم يعترفوا أيضا في الإيتولوجي، لكن أخذوا الأيتوأميون في الحسبان، وأخذوا العمر أيضا، وأخذوا البودي ماس إندكس. قلنا البودي ماس إندكس هو المؤشر الجسمي لكتلة الجسم، وقلنا هذه نحصل عليها ببساطة إنه نقسم الوزن بالكيلوغرام على الطول مربع
طول مربع بالمتر، وقلنا بعدين نقيس الهيموجلوبين اي ون سي كماركرز للكومبليكيشنز الحاصله، وبعدين نقيس الهما بيتا والهما ار، يعني مستوى كيف البيتا، هل دمرت او ما دمرت، وهل في انسولين ريسيستنس او لا. وقلنا بحسب هذا التصنيف وجدنا معنا 5 تصنيفات، على راسهم اول واحد سميناه سعيد، اللي هو سميناه كذا سعيد، سميناه سيفير اي تو اميون دايبيتس، وقلنا هذا شمل تايب 1 وتايب ولاده، وقلنا معروف خلاص بالتايب 1 والتايب لا الولاده، طالما اي تو اميون معناته انه بيكون في هنا ما فيش الكنترول باد، وطبعا الاي تو اميون ماركر بتكون بوزيتيف. وقلنا هذا التصنيف يجب ان يفهم انه هذا التصنيف احنا نعطوه طبعا لاصحاب الماجستير والدكتوراه، قلنا يجب ان يكون هذا التصنيف لدى الجميع معروف انه هذا التصنيف هو تصنيف احصائي، يعني احنا اخذنا 15، هم اخذوا في وقته 15,000 حاله من سن 4 سنوات الى 95 عام، واخذوا كل هذه الفحوصات وراقبوهم لفتره طويله، وبعدين عملوا تحليل احصائي وطلعوا بهذه النتائج. وقلنا النوع الثاني الجروب الثاني اللي هو سيفير انسولين ديفيشنسي ديابيتس، يعني ما فيش انسولين، الانسولين ديفيشنسي تماما مضروب. وقلنا انه هؤلاء الناس وجدوا ان الهيموجلوبين اي 1 سي مرتفع، وهذا الارتباط احنا شرحناه في الهيموجلوبين اي 1 سي في محاضرة الهيموجلوبين اي 1 سي، وقلنا انه الهيموجلوبين اي 1 سي هنا بيزيد، وبالتالي زيادة الهيموجلوبين اي 1 سي هو مؤشر لانه في حاجة اسمها الكلى والعين معا سوف يحصل لهم مشكلة، سوف يحصل مشكلة. وبهذه الحالة طبعا يجب ان احنا قلنا عادة هؤلاء المرضى يكون الاهتمام العيون وعيادات الكلى تركيز شديد على هؤلاء الجروب الثاني اذا صنفنا احنا هذا الجروب، لكن ممكن انا استنتجه استنتاج فقط بايش؟ بحاجتين، انه الهيموجلوبين اي 1 سي مرتفع وما فيش انسولين، هذا مؤشر الى ان المريض هذا قد يذهب الى مشكله عينيه. وقلنا النوع الثالث هذا سيفير انسولين ريزيستنس، يعني الانسولين ريزيستنس يتعدى الـ4 والـ5، وقلنا هذم انه في انسيدنس مؤشر الى انه في كدني دمج وفاتي ليفر. وقلنا بعدين المجموعتين الرابعه والخامسه صغيرة يعني متوسطه، ان ميلد اوبيسيتي ما فيش مشكله في هؤلاء الناس، وقلنا المجموعه الرابعه مرتبطه بالعمر على كبر، وقلنا ما فيش ايضا مشكله في هذه المجموعات، عندنا مشكله فقط في المجموعه الثانيه والثالثه من حيث التاثير. وبعدين دخلنا الى البري دايابيتيك، قلنا في المعايير الامريكيه انه يقيسوا بالفاصل والبسبرونديال والميتابوليك سندروم، وقلنا اشهرهم اخطرهم اهمهم هو الهيموجلوبين اي 1 سي في البري دايابيتيك. وعرفنا البري دايابيتيك قلنا هي حاله لم تصل الى الحدود التشخيصيه، هي ما بين النورمال والابنورمال، ولذلك مهم جدا في كل الدساتير والدساتير الطبيه يجب ان يهتم بهؤلاء الناس، لانه ممكن ان تعيدهم الى الوضع الطبيعي، وبالتالي انت ما تدخلهمش الى مرحله الدايابيتيك، وبالتالي تقي المجتمع من مشكله كبيره. وقلنا ممكن ايضا الميتابوليك سندروم، وقلنا هذا هي مقياس نقيس فيه مستوى الخسر والوسط، ونقيس ايضا التريجليسرايد والكوليسترول والضغط الدم والسكر. قلنا اذا توفر 3 من هؤلاء الاشياء بوزيتيف معناته انه مبروك، هذه حاله ميتابوليك سندروم، قد يصاب المريض بالقلب والتشحم الكبدي، وايضا قد يصاب بالاوبيسيتي وقد يصاب بالسكر، وهذه طبعا according to the American Diabetes Association. وبعدين ذهبنا الى الموضوع المهم اللي هو كان لب المحاضره، انه موضوع التنبؤ، وقلنا هذا هو اللي كنا نركز عليه، هل استطيع ان احصل اعمل تنبؤ للناس السكريين؟ قلنا قولا واحدا نعم نستطيع ان نتنبأ من لما قبل 10 سنوات. وقلنا علشان نفهم هذا التنبؤ قلنا اذا كان معي كتله من البنكرياس هذه الصفراء هي سليمه، اذا حصل اي تو اميون ديزيز فبالتالي سيحصل انجري لهذه السيلز للبيتا سيلز، ارتفع الاي تو اميون ماركر، وبالتالي اقدر اصطاده في هذه النقطه.
قلنا إذا استمرت الحالة المرضية بدون كشف بنصل إلى حاجة البري ديابيتيك، وبعدين بنصل إلى الديابيتس الصريح. وقلنا معانا هذا S1 S2 S3، قلنا من المهم إنك تصطاد المريض في المرحلة الأولى. وقلنا الأيتوأميون ماركر هم الخمسة، على رأسهم الجادة والأي إي إي والأي سي إي. وقلنا إذا وجد اثنين من الماركرز، تو ماركرز من هؤلاء، معناته أنت أمام حالة أكيدة أكيد الصور يصل مستوى التيقن، مستوى التثبت من الفحص ما بين 88 إلى 100%. إذا طلع معك 3 إلى 4، إذا طلعوا 2 88%، زادت 3 إلى 4 معناته أنت تكاد أن تجزم 100% لأن هذا المريض سيصاب بالسكر إلى 10 سنوات. إن في كل الأحوال هو الجود ماركرز هو الجادة أولهم، ولأنه أقل سعرا وتكلفة. وقلنا بعدين في التايب 2 كيف يحصل تنبؤ، قلنا قد هؤلاء الناس عادة تكون اوبيسيتي وفي قصة وراثية، وأنه في حالة هذه يحصل انسولين ريسيستنس، فالخلية البنكرياس البيتا لينجر هانز تشتغل زيادة ضعف، فسميناها بيتا سيل فانكشن 2X. فلما يحصل في هذه المرحلة 2.6 فنفقد مع مرور الزمن نصف البيتا سيل تقريبا نفقدها، بالأخير نفقد كل البيتا سيلز أكثر من 75%، فنصل إلى مرحلة السكر الصريح. طبعا هذا يسمينه ستيج 1 ستيج 2 وستيج 3. ومن المهم أنه أصطاد المريض في مرحلة الستيج 1، هذه طريقة فحصه، طريقتين كلينيكال سريريا عبر الأنسولين ريسيستنس، وقلنا هذا بمرض السواك الأسود والزوائد اللحمية والأوبوسيتي والبي سي أو، أو مختبريا لاب دايجنوزيس اللي يهمكم. وقلنا نحن عبر طريقتين، انه اول حاجه تعمل الامينو اسيدز، ما ادري هذا ليش راحت السرعه، انه عبر الامينو اسيدز اهو موجوده الامينو اسيدز، وقلنا هذا من الامينو اسيدز اللي هو اراموتيك لو تذكروا هذا الاشياء، وقلنا هذم ثلاثه مرتبطين مع بعض الامينو اسيدز انتم لو تذكروا في البايوكيمستري 1 اللي خدتوه في الكليه، وقلنا انه الليسين والايزوليسين والفيلين هذم دائما مرتبطين مع بعض بشكل عام، حتى نسميهم احنا الاخوه البرره. وقلنا إذا أضفناهم الفينايل ألينين والتيروسين، قلنا إذا وجد هؤلاء المجموعة ثلاثة منهم يكفي لأن تحدد أنه هذا بري ديابيتيك للتايب 2، أو قلنا بالهرمون الكبير العملاق اللي هو قلنا الأديبونكتين، إذا نقص فأنت أمام حالة ديابيتس أو سكر حمل أو تشحم كبدي أو قلب. وأضفنا لهم الأوبوسيتي نحن والبي سي أو، وقلنا أنه ممكن أن يكون هذا مؤشر سرطاني، لأنه الأبحاث ما بعد 2015 وجد الآتي، إنه في هناك علاقة مباشرة ما بين التايب 2 تمام وحدوث سكر سرطانات الرحم، وهذا احنا طبعا تكلمنا عنه في المحاضرة طبعا الأولى وقلنا والثانية حتى. وقلنا انه زياده الانسولين ليفلز والانسولين ريسيستنس يؤدي اول شيء الى انه هو الاوبوسيتي كمان يكون ريسك، هذا يؤدي الى انه تزيد الاستروجينز، والاستروجينز هذا عامل لاحداث خصوصا عند النساء في مرحله ما بعد سن الطمث او سن الدوره الشهريه، فهذا هو عامل للكانسرز. قلنا اهو هذا التايب 2 ممكن اول ما هيعمل انسولينوما يؤدي الى نقص الانسولين جروث فاكتور 1 يؤدي الى سرطان السرطانات الرحم. وقلنا بعدين ممكن الطريق الثالث انه السايب تايب 2 اصلا يعمل كرونيك انفكشنز، وهذا بحد ذاته ممكن يعمل سرطان رحم. وقلنا الطريق الثالث ممكن عبر الاوبوسيتي التي تسبب بها التايب 2 والانسولين ريسيستنس، ممكن هذه تؤدي ايضا الى حدوث سرطانات الرحم. وقلنا الطريق الرابع والمهم قلنا عبر انه ممكن هذا يؤدي الى نقص الاديبونكتين، والاديبونكتين نقصه قد يؤدي بحد ذاته الى سرطانة الرحم. وقلنا ايضا انه هذا الاديبونكتين هو مؤشر ما قبل السكري، يظهر نقصه مع قبل ظهور التايب 2، ولذلك احنا نعتبره فحص بريدكشنز للتايب 2 قبل 10 سنوات. وقلنا نحلم ونتمنى طبعا انه هذا يكون يعمم ينزل سعره، قد يكون خلال عشرات السنوات القادمة ممكن ان يتحول هذا الموضوع الى فحص تنبؤي معتاد او روتيني لدى المختبرات. وقلنا هذا شريحة اخرى تطمح البشرية الى انه اذا ازدنا من زيادة الهاي أديبونكتينز سيكون هو علاج، قد يكون علاج واعد لما قبل السكري والحمل. وقلنا أيضا إنه نقص
الأديبو نكتة مرتبط بعدة أمراض، واحدة منها الميتابوليك سيندروم والديبيتس والأوبوسيتي إلى آخره، وبعدين قلنا له علاقة بمراحل الحمل وأيضا للكومبليكيشنز في مرحلة البريجنانسي، أو ممكن يكون يعني في حالة الحمل عالي الخطورة ممكن يكون ماركرز قبل الإجهاض، ممكن يكون ماركرز، وقلنا مرتبط أيضا بالريبردكشنز، حتى أيضا الآن في أبحاث على علاقته في البلاسينتا كوظيفة للبلاسينتا وحتى الحيوانات المنوية، وقلنا أيضا هو مؤشر زي ما شفنا لسرطانات الرحم. بهذه إحنا أيضا كنا قد ختمنا المحاضرة الأولى التي تتكلم عن السكر. هل نواصل أو نوقف هنا ونستقل الأسئلة ونكمل الباقي؟ السلام عليكم دكتور، كمل خلينا ناخذها كلها مرة واحدة. أوكي، كل مرة واحدة خلاص. وبعدين إحنا انتقلنا من هذا الجزء ورحنا في الجزء الثاني اللي هو يا دكتور هذا هو أيضا فقط الآن كبر الشريحة فقط، اللي هو الجلوكوز يوريا. وقلنا احنا في الجلوكوز يوريا قلنا انه الجلوكوز يوريا تعريفه، طبعا احنا قلنا انه في اكثر من تعريف للجلوكوز يوريا، لكن قلنا احنا انه وجود كمية من السكر في البول، وقلنا هذه كمية إذا كانت احنا اشترطنا إذا كانت كمية في الرينال ثراتشوت، في حاجة اسمها رينال ثراتشوت، وقلنا إذا كانت كمية السكر تعدي 180 فإن الزائد سوف يظهر في البول. وتكلمنا عن هذه الإشكالية في هذا الموضوع، وقلنا أيضا إنه هذا الفلتريشنز للجلوكوز أولا يحصل فلتريشنز، بعدين يحصل ري ابزوربشنز للسكر فيعود الى مستواه الطبيعي في الدم، وبالتالي ما ينزلش في السك في البول الا نسب قليله جدا جدا، ما يستطيعش حتى الفحوصات الكتات العاليه هذه ان تكشفها. وبعدين انتقلنا الى الرينال ثراتشوز، وقلنا ان الرينال ثراتشوز كتعريف هي انها هذه ان تعدي اعتبه السكريه، وقلنا انه في معايا تعريفين، تعريف قديم اللي انتم تعرفوه اللي هو ما يعرف بال 180، انتم اللي تعرفوه ان السكر اذا عدى ال 180 اهو، اذا عدى ال 180 فان هذه الزياده سوف تظهر في البول، وقلنا احيانا تبقي كميه قليله جدا بعد هذا تقريبا يمثل 90% من الري ابزوربشنز، تبقي احيانا كميه قليله جدا ما تتجاوز 5 من المئه في المئه هذه تنزل في البول او يحصل له اكسكريشنز في البول. ولذلك احنا قلنا يعتمد كل هذا اللي هو الثيرويد شوت تعتمد على حاجتين، قدرة الكلى على التركيز وقدرة الكلى على الإعادة، يعني هل تستطيع الكلى تعيد، إذا قدرتها على الفلتريشنز وبعدين قدرتها على الإعادة. وقلنا في تعريف ثاني في بعض الكتب فيه والبعض الآخر لا، اللي هو إحنا قلنا إنه إذا كانت كمية السكر اللي تمر إذا مرت على الكلى اكثر من 320 ملي جرام بير مينيت فان الزياده عن 320 سوف تظهر في البول. فقلنا احنا معانا تعريفين، الرينال ثراتشوز اللي هو اذا عدى ال 180، وقلنا هذا واضح ان التعريف يعتمد على الكميه، التعريف الاول يعتمد على الكميه اللي هي كميه السكر 180. التعريف الثاني ببساطه يعتمد على أن السكر إذا عدى 320، كمية السكر إذا اللي كانت عدت على الكلى 320 ملي جرام بير مينيت بالدقيقة، إذا كانت أكثر من 320، كمية السكر اللي عدت على الكلى أكثر من 320 بير مينيت فإن الزيادة عن 320 ستظهر في البول أو سيحصل له اكسكريشن في البول. وقلنا إذا هذا التعريف اعتمد إضافة إلى أنه الكمية اعتمد أيضا على التايم، على الزمن اللي هو بير مينيت. ولذلك عندنا تعريفين للسكر للرينال ثراتشود اللي هو معتمد على الكمية، وتعريف آخر معتمد على الزمن. وقلنا احنا في الطيب جلوكوزيوريا قلنا في معي نورمال جلوكوزيوريا، وقلنا لا معانا كمان رينال جلوكوزيوريا، وقلنا معانا اليمنتري جلوكوزيوريا، ومعانا قلنا ديابيتيك جلوكوزيوريا. وقلنا ايضا انقسم الرينال جلوكوزيوريا الى اول شيء
حاجة وراثية فيميليان، وقلنا هذا يوجد أو يحصل رينا جلوكوز يوريا ديفكت في الأنابيب، أو يكون في حاجة جلوكوز يوريا ديورينج بريجنانسي، أو رينال فيليرز. إذا الرينال جلوكوز يوريا هذه تصنف إلى حاجة جينيتيك ميوتيشنز، أو في ديفكت في الأنابيب، أو أثناء الحمل، أو في مع رينال فيليرز. وقلنا أيضا إنه الحالة الوراثية تنقسم إلى تايب 1 وتايب بي وتايب او، وقلنا هذه أيضا حالات جينية، حالات وراثية تورث لدى الأجيال. وقلنا على الشكل، إن التايب جلوكوزيوريا إذا كان هذا الرينال ثلاث شوط اللي هو بالخط الأسود يمثل الرينال ثلاث شوط، فإنه إذا افترضنا إنه واحد فطر الصباح كان مستوى السكر حقه نفترض 60 75، عدى ال 100 ال 110، خلاص بعد كذا بيرجع إلى الطبيعي. بهذه الحالة لم يظهر في البول، لم يعدي ال 180، هذه سميناها احنا نورمال جلوكوزيوريا. وقلنا احيانا بعضهم يسموها في الكتب يسموها جروب اي او جروب 1 كمان بالارقام. قلنا النوع الثاني انه لا، بعض الناس حقهم الرينال ثلاثيود ناقصه، ما هيش 180، تكون اقل، تكون 100، تكون 90 الى اخره. فانه اذا الشخص هذا اذا اكل مثلا كان حقه السكر 60 وارتفع الى 120، فان الزياده على ال 100 مثلا الان سوف تظهر في البول. وقلنا هذا من حيث الاسباب، سبب الاتي انه يا في حاله البريجنانسي لانه قلنا حقها الرينال ثلاثيود تنقص، او جينيتيك، وقلنا في الجينيتيك معي ثلاثه انواع، تايب اي تايب بي تايب او، وقلنا سميناهم هذا رينال جلوكوزيوريا. وقلنا ايضا اضافه الى ذلك ممكن احيانا يحصل تغليق للريسبتورز هذا اللي يعمل رينال ثلاثيود، وقلنا سببه هذا احيانا التسمم بالرصاص، خصوصا الناس اللي يشتغلوا في المناجم. بعدين قلنا لا، في حاجة اسمها إليمنتري فيس أو ليج فيس. وإليمنتري قلنا معوي، وليج الاسم الآخر لها، الاسم الآخر ليج فيس معناته الضوء التباطؤي. وقلنا في هذه الحالة عادة هذه تصيب الناس اللي يحصل لهم استئصال للمعدة للأمعاء لأي سبب كان، لكانسر أو لآخر، فإن السكر ينزل، الطعام ينزل إلى الأمعاء بشدة ويحصل له امتصاص سريع، ولكن للأسف لا يطلع الأنسولين بشكل سريع، ولذلك احنا سمينا ذا ليك تباطؤ، يتباطأ الأنسولين في عمله، فيرتفع الجلوكوز فترتفع الجلوكوز طبعا في الدم تعدي ال 180 ينزل في البول. وقلنا هذا سرعان ما يختفي، سرعان ما يختفي، وهي حالة مؤقتة. وقلنا هذه هي أول مشكلتنا مع الأطباء، يعني هو يثبت الآن إنه في جلوكوز يوريا، يجي يبحث عنها في يوم آخر ما يحصلهاش أو في أي وقت آخر، فيتهم طبعا إنه ربما المختبر هذا أخطأ، لكن معروف هي حالة تسمى إليمنتري فيس أور ليج فيس جلوكوز يوريا. وقلنا الحالة الرابعة والصريحة اللي هي ديابيتيك جلوكوز يوريا، إن السكر يعدي ال 180 وبالتالي يظهر في كل الأحوال في البول طالما عدى 180. وبعدين احنا قلنا اسباب الجلوكوزيوريا، قلنا الاسباب انه اولا اول سبب رقم واحد انه زياده في السكر، زي الديابيتس مليتاس، كوشن سندروم، اكرونوميك اللي تعرفها كل الاسباب، اذا زاد السكر في البول طبيعي سيظهر في الدم. وقلنا السبب الثاني لا، ما هوش سبب زيادة هرمونية أو زيادة السكر، لا بسبب زيادة أولا أمراض في سي إن إس أو الليفر ديزيز أو الاستريس، كل هذه العوامل تؤدي إلى زيادة السكر وبالتالي سوف تظهر في البول. وبعدين قلنا السبب اللي بعده ممكن تكون اللي قلنا هذه بعد العمليات يزيد يعدي الرينال ثلاثيود يظهر في البول. وقلنا ايضا ربما احيانا الدايت اذا زاد، احيانا عند بعض الناس يكون عندهم خلل في التورولينس فبالتالي سوف يظهر في البول. النوع الثالث انه اسباب من الجلوكوز يوريا، احنا الان نتكلم برضو قلنا في حاله هذه الاعراض، وقلنا هذه الاعراض ستشمل البيلة السكرية، سوف تشمل الاعراض اللي تعرفوها انتم، إذا عدى ال 180 سيؤدي إلى زيادة التبول ونقص في الوزن، وبالتالي هؤلاء طبعا نحن نخاف فقط أنه عند الأطفال إذا زادت كمية الجلوكوز يوريا أكيد سيؤدي به إلى الكيتوزيس. وبعدين ذهبنا إلى أسباب الجلوكوز يوريا without بدون أنه يحصل زيادة في السكر في الدم.
وقلنا هذه في الحالة هذه ستكون أول أسبابه طبعا الوراثية، رينال جلوكوز يوريا الناتج عن وراثة، أو مشكلة في التيبيولز، مشكلة في التيبيولز، في مشكلة، أو البريجنانسي، يعني في مشكلة في الكلى ذاته أولا، انه يا جينيتيك يا تحطيم في الانابيب او في حاله الرينال، لانه في حاله الرينال يحصل الاتي، احنا هذا شرحناها، انه في حاله الرينال، نخليها للشريحه اللي بعدين، تكلمنا بعدين على الجسيشن، عفوا هو طلعت الشريحه، في حاله الحمل يزيد السكر، لانه تزيد اولا يحصل زياده في الاتي، انه معدل ترشيح كنا يزيد عند الحوامل بواقع 15%، هذا واحد عامل، واحيانا يصل الى 70% في نهايه الحمل، هذا العامل الثاني، فيزيد ايضا نتيجه للغرض اخراج الكرياتينين واليوريا واليوريك اسيد الموجوده من الاجنه من الحمل، فهذه هي حاله فسيولوجيه الغرض منه التخلص، فتزيد هذه وبالتالي تنقص مستويات الرينال ثريشولد. النقطة الثانية انه ايضا في حالة الحمل انه يزيد مستويات هرمون، وهذا البروجستيرون له قلنا تأثير وظيفي على كل الخلايا العضلات الملساء ومن ضمنها الكلى، وبالتالي يزيد من معدلات الرينال ثريشولد. وبعدين قلنا في أسباب أخرى الرينال ثريشولد اللي هي اللي نتكلم عليها، اللي هي الجانب الوراثي الجانب الجيني، وتكلمنا احنا على التايب A والتايب B، وقلنا هذه الطفرات، وقلنا هذه طبعا خطيرة، وبالتالي هؤلاء الناس هؤلاء الأطفال فرصة إنه يحصل عندهم هذه الطفرات مرتفعة، وقلنا هذه الديفكت نحن زي ما شرحناها في المرة الأولى، إنه هذا الميوتيشنز يحصل على جين نحن سميناه CLC5A2. وبعدين نحن تكلمنا بالتفصيل على تايب او او تايب اي، وسمينا نحن هذه كلاسيك رينال جلوكوزيوريا لان اكثر انتشارا، وقلنا هذه وراثيه، وقلنا انه يحصل انتقال او خلل في نقل الجلوكوز في الانابيب القريبه، وقلنا انه معدلات الامتصاص هنا تقل، لكن في التايب بي قلنا انه ايضا يحصل حاجتين مع بعض، اولا قلنا من حيث انه تقل الرينال ثريشولد، وانه في تاثير جيني في مكان نحن نسميه صوديوم جلوكوز L2، وقلنا هذه طبعا اعتبارا من عام 2000 هذا اثبتت هذه الحالات، او وجد انه في 30 جين مسؤول عن، حتى مش جين واحد. وبعدين قلنا انه النوع الثالث وهو اخطرهم اللي هو او، وهذا نادر، ويحصل مشكله انه اعاده الامتصاص للجلوكوز غائب تماما، ويطرح كل الجلوكوز في البول، وقلنا في ديفكت ايضا في الريسبتورز، هذا صوديوم جلوكوز ترانسبورت 2 والاخر، وقلنا هذا ليس له علاقه بالامتصاص طبعا من الامعاء بشكل او باخر، وانه قلنا هذه الحاله الجلوكوزيه طبعا خطيره عند الاطفال. وبعدين نحن عقدنا مقارنه طبعا بين التايب A والتايب 2 وعفوا والتايب B، وقلنا ان معدلات الامتصاص هنا في البي، معدل الامتصاص في البي معدلات تكون طبيعيه للجلوكوز، لكن العتبه تكون منخفضه، الامتصاص طبيعي لكن العتبه منخفضه، وقلنا عكس البي، وقلنا هذه طبعا هي ايضا مجال للابحاث للطلاب من اراد ان يبحث في هذه الاشياء. وبعدين انتقلنا من هذا الموضوع الى الاليمنتري فيس، وقلنا في الاليمنتري فيس اذا حصل لشخص ما لا قدر الله استئصال للمعده او غزل للمعده او للامعاء، فانه بعد ادخال الطعام بعد التصويم يحصل لهؤلاء الناس انه بعد الطعام، بعد اكل الطعام يحصل امتصاص شديد للسكر، لكن الانسولين يتباطأ وظيفيا يتباطأ، ولذلك سمينا احنا ليج فيس، ليج يعني تباطؤي، وبالتالي هؤلاء الناس، هذا جزء من الناس، سيرتفع السكر لديهم في الدم، وبالتالي سيظهر في البول. وبعدين نحن انتقلنا الى الكرفات، وقلنا نحن في الكرفات انه هذا الكرف رينال جلوكوز يوريا، انه اذا كان السكر في الناس هذم، احنا عاده اذا احنا تعرفوا انتم احنا الكرف اذا لاحظتم عليه لم يعدل 140، هذا الشكل الطبيعي،
انه السكر، لكن اذا نقصت العتبه الشخص اي شخص طبيعي اذا فطر اكل سيرتفع السكر عند فوق ال 75، قد يصل الى حدود بعد ساعتين الى 140 وبعدين ينزل من جديد. اذا كانت العتبه سكريه نقصت فيحصل المرض، لكن هذا بالحالات الطبيعيه. لكن الكيرف الثاني الان هنا واضح جدا اللي ستورج كيرف، وهذه الحالة هذه الحالة نسميها نحن هذه الحالة منحنى تباطؤي أو منحنى التخزين التباطؤي. وقلنا هنا السكر سيعدي 180 وال200 ويعدي أكثر من ذلك بعد الأكل، وبعد ساعتين سوف ينخفض هذا السكر زي ما أنتم شايفين ل 125 إلى 90 إلى 75. وهذه عادة أحيانا قلنا هذه الزيادة أو زيادة امتصاص السكر، يزيد السكر امتصاصه بسرعة لكن الأنسولين يتباطأ اللي هي حالة الإلمنتري فيز، وسميناها نحن أيضا سميناها أيضا دمبينج سندروم، وشرحنا نحن حالة الدمبينج سندروم بالتفصيل اللي هي الإيرلي والليت دمبينج سندروم. انتقلنا إلى الكيرف اللي بعديه اللي هو فلات كيرف، وقلنا هذا المنحدر المسطح، وقلنا هذا ايضا موجود عند بعض المرضى هذا لكنه ما فيش منه خطوره. هذا مستوى الجلوكوز الدم لا يرتفع الا قليلا، ومؤشر هذا على سوء امتصاص الطعام. انت تشوف انه في مشكله ان الطعام لم يمتص بشكل كبير، وبالتالي هذا في خلل في الخملات، خلل في الامتصاص. وغالبا هؤلاء الناس يكون عندهم ايضا انخفاض في درجات الحراره، وقلنا قد يحصل هذا تصاحب ديسونز ديزيز او ما يسمى نحن مرض موكسيديما كوما اللي هي تصاحب في الهايبو ثيروديزم. قلنا هذه حاله طوارئ قد تدخل المريض المستشفى. وقلنا اخيرا الكيرف المشهور اللي هو حق اللي هو منحنى تحمل الجلوكوز، وقلنا هذا خلاص السكر يرتفع وما بعد نصف ساعة، ما بعد ساعة والساعة والنصف والساعتين، وبالتالي سوف يظهر في البول. شرحنا عنها طبعا بالتفصيل هذا الكيرف، ودخلنا بعدين في موضوع التشخيص. قلنا ان التشخيص يعتمد على الاستريبس، وقلنا انه الاستريبس حقنا قد يتأثر هذا مهم، قلنا قد يتأثر الاستريبس بالاوكسالو اسيتيت او قد يتأثر بالايكولاي، فهذا تؤخذ بالاعتبار، او ايضا بالاسكوربيك اسيد في فيتامين سي يتاثر الاستريبس فيعمل لك احيانا فولس بوزيتيف. وبعدين رحنا احنا للتريتمنت لقضيه المعالجه، وقلنا تتطلب البليه السكريه قيود في الغذاء وتحتاج الى تشخيص ممتاز، وقلنا ايضا بمجرد انه نحن نستبعد مرض السكري او اضطرابات كلويه يجب ان نطمن الاسره في هذا الموضوع انه ما هيش قضيه معقده. وقلنا انه ليس هناك يعني اذا ما فيش اعراض عند خصوصا عند الاطفال اعراض شديده قد لا نتقيد في القضيه العلاجيه. وهذا طبعا ما بشكل أساسي، وطبعا ختمنا بالشرح هذا المبسط أو الكيرف. وبعدين رحنا الهيموجلوبين A1C، وقلنا الهيموجلوبين A1C هو الهيموجلوبين يتكون من ألفا وبيتا، وقلنا في البيتا يرتبط مجموعة من المركبات الكيميائية الألبيومين والفركتوز وإلى آخره حتى الألبيومين ومن ضمنهم السكر. وقلنا هذا الارتباط نسميه احنا جليكوتيد هيموجلوبين. وقلنا اذا ارتبط فين بيرتبط هذا اي نقطه، اذا ارتبط كربوهيدريت في البيتا شين في البيتا سميناه جليكوتيد هيموجلوبين، والمكان اللي يرتبط فيه في مكان في امينو اسيد خاص اسمه فايلين. فقلنا اذا ارتبط مركب ويليكون فركتوز 1,6 دايفوسفيت ارتبط في الفايلين هذا سميناه هيموجلوبين A1. لكن اذا ارتبط جلوكوز 6 فوسفيت في الفايلين في الانترمينال بيتا شين سميناه كان في وقته هيموجلوبين A1 A2. وقلنا في الناون كربوهيدرات اذا ما قدرناش نصنفه وارتبط في الانترمينال كان ما كانش شغال هيموجلوبين A1 A1 B. واخيرا بعد هذه التسميات الـ A1 والـ A2 واستهلكت كل الأسماء، اكتشف أن الجلوكوز يرتبط بالانترميلان فيلين اوف بيتا شين، لذلك سميناه هيموجلوبين A1 C، وهذا سبب طبعا سبب التسمية. وقلنا بعد ذلك في الهيموجلوبين A1 C أنه أول شغلة في هذا الموضوع وأهميته أنه
انه هذا الارتباط يحتكم بطريقتين، لان اذا كانت احنا اشترطنا في ذلك الوقت انه في ارتباط دائم وارتباط بطيء. اذا كانت السكر 12، اذا كانت كميه السكر لا تتعدى ما ادري ايش النبض هذا، لا تتعدى عفوا لا تتعدى ال 140 140، وكان نسبة أذى السكر ما دام ما استمرش أكثر من 12 ساعة، سرعان ما ينفك. أي نعم صحيح أنه يرتبط بالهيموجلوبين A1C، لكنه سرعان ما ينزال. ولكن إذا عدت هذه كمية السكر ال 140 150 وال 160 واستمرت أكثر من 24 ساعة، فإن هذا الارتباط يدوم بدوام عمر الخلية اللي هو 124 يوما. وبعدين في هناك عوامل تؤدي إلى زيادة الهيموجلوبين، يعني الفيتر هيموجلوبين، وقلنا هذا زيادة الهيموجلوبين اف واليوريميا والهيبر جلسريديميا والالكوهولز والايرون ديفيشنسي وبقية الأسباب. وقلنا برضه هذه في من الأسباب الجانبية اللي هي العمر والتغييرات الهرمونية والحمل، وقلنا حتى بعض العقاقير والمسكنات الشديدة التي تؤخذ عند أصحاب المخدرات، وقلنا أيضا حتى الإنفلونزا، وقلنا أيضا ممكن الكسل وقلة الحركة ترفع هذا بحثيا، وقلنا أيضا الوزن والتدخين لو تذكروا، قلنا اضطرابات النوم أيضا وأمراض الكبد، وقلنا حتى الحالة العاطفية قد تؤدي إلى هذه الأشياء. قلنا الانتربريتيشنز مهم في هذه النقطة. وبعدين قلنا في عوامل مرتبطة باللو، وقلنا هذم اللي هم الهيموجلوبين اس والهيموليتيك انيميا والبريجنانسي والاكيوت والكورينيك والفيتامين اي، وقلنا ايضا اعتلال الكلى الشديد وديبسونز. وقلنا انه ايضا من الحاجات الغريبه انه بعض الافريقيين من اصل الامريكيين من اصل افريقي لديهم مستويات منخفضه من الهيموجلوبين انسي، وقلنا هذا طبعا مهم جدا في الانتربريتيشن. وبعدين دخلنا هنا في الهيموجلوبين انسي، وقلنا في هناك علاقه رياضيه اللي تعمل هي المتوسط السكري، وقلنا المتوسط السكري هو يقيس متوسط زي ما نحن نقيس الهيموجلوبين انسي، يقيس لك مستوى السكر المرتبط بالهيموجلوبين لمده 3 اشهر. قلنا من هذه المعلومه قدرنا انه نستخلص متوسط السكري كيف كان خلال ال 3 اشهر، ولذلك قلنا في هذه المعادله، وقلنا هذه المعادله مهمه اللي هي الاي جي، وقلنا هي معادله معروفه اللي هي حاصل ضرب 28.7 في الهيموجلوبين او ان سي ناقص 46.7. وبعدين قلنا انه هذا الفحص هو اصلا بريطاني، اجى من معامل بريطانيه اصلا، من ابحاث ومن شركات بريطانيه. وقلنا احنا وجدنا احنا قلنا كنا نقيس، ناخذ ناس اصحاء وناس مرضى، وناخذ ناس تايب 1 وتايب 2، ونعمل لهم السكر صائم والسكر بعد ساعتين، ونقيس لهم ايضا الهيموجلوبين صائم وبعد ساعتين، هذه نقيسها مرتين في الاسبوع لمده 3 اشهر. بعد ناخذ الداتا ونحللها، وجدنا انه هذا اذا شفتم انتم على الخط الافقي، على الافقي هيموجلوبين اون سي، وعلى الخط الراسي السكر، وجدنا ان كل النتائج تكاد ان ترتص على خط مستقيم. ولذلك ان هذه مثلت لدينا في وقته معادله من الدرجه الاولى، وعلشان اوجد العلاقه هذه الطرديه اللي هي بزياده الهيموجلوبين اي 1 سي يزيد السكر، كنا يجب ان نعمل كنا ما نسميه الميل، انه انزل خط من هنا واقسم هذا الخط على هذا الخط، هذا نسميه سلوب الميل، فيعطي لك حجم العلاقة. فوجدنا هذه العلاقة تتمثل منها في هذه المعادلة التي تمثل المتوسط السكري. وقلنا هذا يشير إلى المتوسط السكري إلى متوسط السكر خلال 90 يوم. وبعدين نحن أضفنا قلنا إنه مهم جدا يا شباب في مرحلة البري دايبيتك، ممكن أن يساعد في التشخيص ما قبل السكري. وقلنا ايضا نحن الهيموجلوبين A1C مؤشر جيد جدا، لكنه ليس مثاليا في المراقبه بالنسبه للسكر اليومي وبالنسبه لخطه العلاج. وقلت انا نضيف على هذا، بالنسبه لي انا اضيف انه مؤشر رائع جدا، لكنه ليس مثاليا للكومبليكيشنز زي ما بنشوف الان. وقلنا ايضا في هذه الاحوال هذا الهيموجلوبين A1C لا يتاثر كثيرا قلنا بالحركة، ولا يتأثر
في أشياء كثيرة زي السكر، أو يجب أن يكون صائم المريض وغيره من هذه الأشياء. وقلنا إنه المتوسط السكري في حالة إنه المتوسط السكري أقل من 114، ما بين 114 و 140، بري دايبيتيك، وفي حالة الدايبيتيك 140. وقلنا أيضا مثال على ذلك، إذا كان في معي مريض الهيموجلوبين أو نسيج حقه 8.7، فإنه المتوسط السكري ببساطة أضرب 28 في 8.7، أنقص منهم 46، يطلع لي الناتج 202. معناته إنه هذا الشخص كان متوسط السكر خلال هذه المرحلة كان 209. قلنا في جداول أيضا توزع في هذا، موجودة على النت، وموجودة حتى في أي كيت للهيموجلوبين أو سي موجودة، أنا أعتقد هذا المشهد. وقلنا أيضا إنه ما هو مهم انه من عام 97 انه لجنه الخبراء المعنيين بالتشخيص وتصنيف السكري ركزت على هذا الموضوع، وقالت انه يجب ان نضيف المتوسط السكري الى الفحص. وقالت ايضا انه نحن نعتمد السكر كفاستنج الى 125، بعد 126 نعتبره غير طبيعي، اللي هي سميناه كات بوينت. ولماذا هذه النقطه؟ لانه الاعتقاد زاد ويزيد انه من بعد هذه النقطة يبدأ الكومبليكيشنز. وهذا طبعا يعطي لكم تصور كيف الناس يصنعون النورمال رينج اللي يفعلوه. احنا قلنا انه مثل حاليا للهيموجلوبين هو المراقبة والضبط والتنبؤ، وقلنا انا اضيف الكومبليكيشنز. وبعدين نحن دخلنا من هذه النقطة وقلنا في الكومبليكيشنز مهم مهم جدا، ونحن طارحين حتى في الارقام. وقلنا ايضا انه الارتباط اهو ظهر الان، انه الهيموجلوبين او وجد ارتباطه كلما زاد له ارتباط بالريتنوباثيز، زي ما اوصوا او تشوفوا بالتصنيف السويديين. وقلنا ايضا انه نحن في سنه 97 اوصت لجنه الخبراء بعد استخدام قيم الهيموجلوبين او ان سي انه ايضا نضيف المتوسط السكري الى اي قيمه فحصيه يفضل يعني. وايضا احنا قلنا انه المزايا للهيموجلوبين او ان سي في وقته انه مستقر وثابت، وما فيش تباين، ما فيش معدلات تباين فيه بحيث انه يعمل لي مشكله كبيره. واضفنا الى هذا انه احنا قلنا في الهيموجلوبين او ان سي من المميزات انه المريض ممكن يكون براحه وسهوله جمع العينات، ولا يتاثر نسبيا بالاجهاد او بالمرض الى اخره. وقلنا ايضا انه معدلات التباين قلنا فيه قليله. وايضا هنا تكلمنا فقط انه المشكله له علاقه بالاثنيات، واحنا قلنا الامريكيين من اصل افريقي. وقلنا اوصت لجنه الخبراء الى ان يكون كتابه الهيموجلوبين او ان سي برقم واحد ما بعد العلامه العشريه، رقم واحد ما بعد العلامه العشريه، يعني كقولنا 8.7، ما تقدرش تقول 8.77 او الى ذلك، رقم واحد وطبعا بالمئه. واوصوا طبعا زي ما قلنا بانه يجب ان تضاف اللي هي الموضوع المتوسط السكري. وهذه احنا طبعا خلاص متفقين عليه. وبعدين دخلنا في ما هو مهم، انه قلنا كم نقيس الهيموجلوبين او نسيج، قلنا نقيسه بالنسبه للبري دايابيتيك مره في السنه، ومرتين لاصحاب التايب 2 اذا كانوا ما ياخذوش ويز اوت تيكينج انسولينز، وفي التايب 1 نقيسه 4 مرات، ومن تايب 2 4 مرات اذا كان ياخذ انسولين. فاذا القاعده كل سنه لاصحاب البري دايابيتيك، ومرتين للتايب 2، ومن اخذ انسولين تايب 1 او اي واحد اخذ انسولين كان تايب 2 واخذ انسولين 4 مرات في السنه. ليش هذا الموضوع؟ وقلنا قولا واحدا انه البري دايابيتيك النورمال، اولا قلنا النورمال اقل من 5 و4، ما بين 5 و4 و6 و4 بري دايابيتيك، ما بين 6 و5 و8 قلنا هنا بور كنترول، انه هذا المريض حق الكنترول فقير سيء. لكن اذا 8 و1 وكان عدى لحدود ال 13 نحن سميناه فشل كامل في الكنترول. وقلنا في هذه الموضوع يجب ان يتدخل الايثكس، وقلنا انه اذا كان بين 6 و5 تاخذ انت و8 تاخذ المريض فقط
بالتطمين والنصيحة والاهتمام، ولكن إذا وصل لل13 يجب أن تأخذ المريض شوية الآن بالشدة والتخويف. لكن إذا عدى الهيموجلوبين أون سي 13 فإن الكومبليكيشنز احنا نتوقعها عند 70% من الحالات، 70% من الحالات و70% من الناس سوف تظهر هذه الكومبليكيشنز. وقلنا الكومبليكيشنز احنا عددناها في وقتها، طبعا قلنا انه قد يحصل مشكلة في الكلى، في العين، القدم السكرية إلى آخره. وبعد ذلك احنا مشينا من هذا الموضوع الى الديابيتيك كوما، وقلنا احنا عرفنا الكوما باختصار، قلنا الكوما لها تعريفات كثيرة، لكن ما هو اجمل التعريفات هي حالة سبات لمريض ما، ما نستطيعش ان نصحي هذا المريض الا بمنبه مؤلم، الا بمنبه مؤلم. قلنا عادة احنا ننبههم هذم المرضى بالقرص على اليد او الاذن او الضغط على الصدر الى اخره. وقلنا ايضا انه في نظام اسمه جلاسكو سكيل قسم الكوما الى 15 صنف، داخل كل قسم من هؤلاء معظمهم الى ثلاثه تقريبا، نحن نتكلم عن حدود ما بين 40 الى 45 طيب، اخطرهم على الاطلاق طبعا تايب 1 وتايب 2 كوما، نتكلم احنا عن الكوما بشكل عام. لكن في ديابيتيك كوما احنا قسمناها الى 5 تايب، وقلنا انه في حاجه اسمها هيبوجليسيميك كوما، نقص السكر يؤدي الى الكوما. وقلنا لا، احيانا في حاجه اسمها كيتو اسيتوزيس كوما، وهذه تصيب التايب 1، انه يزيد الاسيتون، احنا سمينا حتى اسيتون كوما، تزيد الاسيتون الى ارقام مرتفعه خياليه. هذا الاسيتون اذا زاد يمر على الدماغ، ينصفه وظيفيا، وبالتالي يؤدي بالمريض الى كوما. وقلنا النوع الثالث لا، ما فيش اسيتون، النوع الثالث الان ما فيش اسيتون، لكن السكر ارتفع الى ارقام قياسيه، لذلك سميناه هايبر جليسيميك. هذا الهايبر جليسيميك يخلي المريض يحصل له هايبر زمولرتي، وبالتالي يسحب الماء من الخلايا، اول خلايا تتاثر هي خلايا الدماغ، بيؤدي بالمريض الى السكر. اذا هو زياده سكر، زياده ضغط اسموزي، وما فيش كيتو اسيتوزيس، ولذلك احنا سميناه هايبر جليسيميك هايبر زمولرتي نان كيتو اسيتوزيس كوما. وقلنا برضه في لاكتو اسيتوزيس كوما، وقلنا في اخر واحده اللي هي كوما ان ديابيتيك بيشنت، قلنا هذه موجوده ايضا في بعض المراجع، مش موجوده في كثير من المراجع. هذه انه يجي المريض اصلا حاصل له كوما الى المستشفيات، وهو اصلا مريض سكر، لكن انت لما تعمل له الفحوصات، فحوصات عامه من ضمن الفحوصات السكر، تكتشف ان هذا المريض ان السكر حقه مرتفع، فتبدا تعالجه كانه غيبوبه سكر، وهي بالحقيقه ليست غيبوبه سكر، قد تكون نزيف دماغي، قد تكون فشل كبدي كلوي الى اخره، فاحيانا قد يضيع المريض عليك. ولذلك احنا سمينا هذه كوما ان ديابيتيك بيشنت، ان ديابيتيك بيشنت ما لهوش السكر، صحيح انه مريض سكر، سكره مرتفع، لكنها ليست كانت هي السبب في الكوما. وبعدين قلنا اهو احنا صنفنا الكوما الى هايبوجليسيميك كوما، كيتو اسيتوزيس كوما، هايبر زمولوريتي كوما، لاكتو اسيتوزيس كوما، وكوما ان ديابيتيك بيشنت. وقلنا نحن الهيبوجليسيميك الهيبوجليسيميك تاتي لناس ديابيتيك، وتجي لناس نن ديابيتيك. وقلنا اذا كان نن ديابيتيك طبعا شروطه شويه، انه المريض قد يكون عنده ليفر فيليرز، قد يكون عنده ادرينال الى اخره، وقلنا هذه شروطه صعبه تشخيصها، قد تحتاج انه المريض تصومه اكثر من 72 ساعه، ويحتاج دخول المستشفى. وبعدين قلنا الهيبوجليسيميك كوما اقل من 3 الى 5، وقلنا انه هذه تصيب الى 2% 2 الى 4%، وقلنا انه سبب هي كبير للوفيات حتى اوروبيا، وقلنا قد يموت المرضى احيانا ليلا، لذلك سميناه ديد ان بودي ان باد بيد سيندرومز. وقلنا في هذه الكوما قلنا من حيث الاسباب، لو تذكرون احنا انه ضروري السكر هنا يقل عن 2.5 ملي مول. وقلنا من حيث الاسباب، نحن حددنا الاسباب في وقتها، قلنا الدراكس اذا واحد اخذ كميه من العلاج زائد او بالخطا من الانسولين، لذلك قد يؤدي به الى كوما. او قلنا ممكن ياخذ العلاج صح، لكنه يعني لا ياكل، يعني قالوا تلفون خرج للشارع بسرعه الى اخره، ممكن تجيله او حصل له لا قدر الله مشكله ما، مصيبه ما، وهو اخذ العلاج وهرع الى الشارع بسرعه، فالانسولين طبعا هنا سوف يؤدي عمله، وبالتالي سينقص السكر، بيدخل المريض في هيبوجليسيميك كوما. وقلنا الثاني انسولينوما، وقلنا هذه الانسولينوما هي زياده
ورم حاصل للبنكرياس فأدى بها إلى زيادة حالة الأنسولين، فالأنسولين الزايد هذا بيعمل هيموجلايسيميك. وقلنا لا، الحالة الثانية إنه استرفيشن مع ليفر سيء، وقلنا إنه الليفر أصلا هو في حالة نقص السكر يعوض الدم بالسكر، وفي حالة زيادة السكر في الدم يسحب. لكن إذا كان الكبد سيء وبالتالي هذا المريض صام، فإن السكر سينقص، ما بيحصلش تعويض سكري من الكبد، فبيؤدي بالمريض إلى الكوما. ولذلك احنا قلنا حتى الصوم في رمضان لامراض الكبد ممنوع قولا واحدا. بعدين قلنا سيرجري اوف ستومك، وهذه ما سميناه في الدمبنج. وعلى السريع قلنا اذا واحد استؤصلت معدته وامعائه، قلنا وظيفه المعده الاساسيه هو تخزين الطعام. الان نفقد، نحن في حاله العمليات المعده نفقد هذا الوظيفه، فينزل الطعام بشده الى الامعاء. لما ينزل بشدة إلى الأمعاء يحصل في هذه اللحظة إنه التيار الدموي ينزل إلى الأمعاء، وأكبر شبكة دموية موجودة في الأمعاء، فينقص مستوى الأنسولين من الدماغ، فيدخل المريض بكوما وأشبه بالكوما، فيحصل له شوية من غيبوبة، يفيق بعد، يرتاح شوية، يفيق بعد ربع ساعة، يبدأ يفيق ويعرق إلى آخره. تمام، في هذه اللحظة يكون السكر امتص، فيطلع له الانسولين بشكل اجريسيف عدواني شديد، فينقص السكر، فيدخل المريض حقك في كوما. فسمينا الكوما الاولى دامبنج، ولكنها لانها الاولى سميناها ايرلي، ويدخل بعدين في المرحله الثانيه في دامبنج اخرى سميناها ليت. ولذلك احنا سميناه يدوخ ثم يدوخ، دامبنج سندروم. او قلنا في حاله الهايبرثيروديزم، قلنا في حالات ايضا سيكاتريك كوزيس، قلنا هذا ايضا احنا سميناها قلب اهتمام، وهذه أحيانا موجودة في الكتب، موجودة لدى النساء والفيميل، يعني لقلب اهتمام أب، خطيب، زوج إلى آخره، تأخذ له جرعة أنسولين فتؤدي بها إلى كوما طبيعي أصلا، قد تدخل على إثراء المستشفى. وقلنا الأعراض طبعا معروفة، الأعراض العامة للهيبو، وإحنا قلنا حتى أصحاب الهيبو هم يعرفوا أنفسهم، يعني يحصل له خفقان، تعرق شديد، ضربات قلب شديدة، ونبض شديد. قلنا في هذه الحالة إذا هو، نحن نقول له إذا أنت تسوق سيارة يجب أن توقف، إذا في أي مشكلة توقف. وبعدين ذهبنا إلى التشخيص، قلنا هنا في المرحلة هذه لا، يجب أن العلاج يسبق التشخيص. أنت يهمك الآن ترفع السكر، فبالتالي أولا تسحب العينة وتبدأ تعالج المريض بسكر مذاب سريع، أو تعلق له محاليل سكرية، وبعدين تبدأ مرحلة الفحص، أو مرحلة عفوا التريتمنت. وبعدين قلنا في معنا حاجه اسمه البرايمري كيرس اللي قلنا تكلمنا عنه، والطموح البشري في التايب 1 وفي التايب 2. وقلنا انه هذه حتى في المدارس البريطانيه انه الان حتى عندهم 30% من الحالات تفقد، وانه في 20 30% من الاسره في مشكله، وانه حتى مشكله الفشل الكبدي او الكلوي تزيد عندهم بشكل مخيف. وقلنا انه يجب انه اولا واخيرا انه علشان نعمل مينجنت يجب ان نعمل بثلاث طرق، اللي هي التغذيه والرياضه والعلاج. وقلنا هذا وتكلمنا عن استراتيجيته بشكل عام، وقلنا ضروري نحن نضبط الكومبليكيشنز، وبالاخير اخذنا الى الطموح البشري وتكلمنا هذا، وقلنا هو ربما الحل في الخلايا الجذعيه وفي زرع خلايا بنكرياس. احنا تقريبا هذا كل ما تكلمنا عنه لخصناه احنا تقريبا الان بحدود ساعة. جزاك الله خير يا دكتور، جزاك الله خير. اللي عنده سؤال يسوي رفع يد، عنده سؤال، في عندك حالة في الأهل، في الأصدقاء، في الجيران، حابب إنك تستفسر فيها في بخصوص مرض السكر، سوي رفع يد. نشوف اللي رافعين يدهم. معقول ما فيش حد عنده؟ الظاهر لا يوجد أحد عنده. أنش الشباب بخير إن شاء ندى، الله. اتفضل يا ندى، اتفضل يا ندى، افتح المايك. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام. السلام. معذرة منك يا دكتور، بس أبي عنده سكر، لكن يوم يعني من يوم نعرف فيها السكر صار في عصبية، يعني إيش أقول لك، لا تطاق. أي علاقة السكر بالعصبية؟ أو هو عصبي من نفسه كذا طبيعته، أو له علاقة؟ أنا ما نعرف إيش كذا، بس من يوم تعرض للسكر هو مع أول ما صار معاه الاستخدام. سكر صار عصبي؟ أول ما صار معاه سكر صار عصبي؟
ايوه يعني كان هادي هذا ما فيش يعني بالسهاله، بس من ذكروا السكر حديث ما الرسول صلى صار الله عليه يتحمل. وسلم، ذكروا حديث الرسول: ليس الشديد بالسرعه انما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. قول الرسول ما صلى كانش الله كذا يا دكتور، عليه ما كانش وسلم: كذا، ما كانش كذا يا دكتور. اقول لك من تعرضه يقول مع السكر، ما ايش فاهمه ايش العلاقه. الغضب صدقوني ما بيجيب نتيجه، ما بيجيب لا نتيجه لا الغضب ولا العصبيه. أكيد أكيد، بس يعني هل هذا له علاقة بالسكر أو لا؟ العلاقة المباشرة غير موجودة دكتورة، في طبعا هنا مشاكل. طبعا هو كم عمره الآن العمر؟ ممكن 40ات. طيب هو صغير على السن هذا، لكن طبعا إذا هو يعيش باليمن خلاص أيوة أكيد. هذا أكبر سبب. هو في اليمن؟ هو في اليمن. أيوة خلاص أعرف السبب. لكن دكتورة، دكتورة هو شوفي، أنا احنا لو انت حضرتي، احنا تكلمنا في جزء في المحاضرة العلاجية في العلاج، دائما نقول نحن في العلاج يجب انه مع الهيموغلوبين A1C نقيس. طبعا اول شغلة هل ناخذ المريض في التطمين او التخويف واذا قلنا عليه، ويجب ان يحصل في كل الامراض عموما يعني. والاشياء الجيده شوفي في المدارس مثلا في الغرب وكذا، يعني هذا الغرب السيء، لكن في الجانب هذا يبداوا طبعا في العلاج النفسي وفي في التهدئه طبعا. وفي مدارس حتى الان خصصوا في الطب النفسي، مثلا في الكانسر في اطباء نفسيين لموضوع الكانسر في الاطفال، في الصغار، في الكبار الاخره. وفي موضوع الباطنه والشغلات الكرونيك هذه، في حاله الكرونيك طبعا التطمين النفسي مهم جدا جدا جدا. نحن طبعا مدرستنا الدينية طبعا هي الأكبر في هذا الموضوع طبعا، لتخفيض حدة الغضب، والدين مليء بهذه القضايا. لكن الموضوع الهرموني، في طبعا اختلال هرموني في مستوى الأدرينالين والكذا، لكن ليس بهذه الحدية اللي تقول لي عليه دكتور، لكنه موجود شوية. ولذلك احنا نعمل تطمين نفسي، وأحيانا شوفي مع السن خصوصا احنا بعد 40 45، في بعض المرضى يحس يعتقد يظن انه يعني الان بدا في النصف او في بدا في الخريف العمري، وبالتالي يضاف الى الخريف العمري في الاحوال الطبيعيه، ما بالك لما يكون في مرض، ما بالك لما يكون الوضع العام السيء. ولذلك احنا احوج ما نكون الى الجانب النفسي. طبعا احنا الضابط حقنا، الضابط الأساسي، الكنترول الأساسي، هو طبعا أدبنا العربي والديني غني بهذا الموضوع، فيحتاج إلى هذا الجانب أعتقد أكثر من غيره. لكن ما يحتاجش الآن نحن نقيس له مستويات الإدرينالينز وغيره، لأنه ما لهاش تأثير كبير خصوصا بهذه الحدود. دكتور، دكتور في ناس انا بعرف انه فعلا بيصيروا عصبيين جدا لما يجيهم السكر. في انا بعرف ناس، بعرف حالات انه بيصيروا عصبيين جدا لما يجيهم السكر، من باب كيف اقول لك اياها، يعني من باب انه تضايق انه اجى السكر، فبيصير عصبي على اي كلمه، مش انه السبب انه يعني انه السكر اثر على عصبيته، لا لا، هو نفسيا انه صار حاسس انه، معلش في هالكلمه هذه، يعني انه اللي بيجي السكر اول مره بيحس انه خلص على شفا الموت. انا بكره بصراحه اللي صحيح بيجي السكر الدكتور كل يقول له عوامل، نعم، صحيح كل عوامل نفسية تكون. عوامل نفسية، فبيصير عصبي جدا جدا جدا. انا قلت لكم امي والدتي الحمد لله تعالجت من السكر في طريقة حبة البركة والكلام هذا، السكر كان سكر نوع ثاني وتغيير اللايف ستايل والامور هذه الغذاء، لكن اول ما الدكتور شخص انه عندها سكر كانت عصبية بشكل مش طبيعي، بشكل مش طبيعي كانت عصبية. فهي امر الدكتور، يا دكتور الامر انه اللي بيجي السكر بحس انه زي، كيف اقول لك اياها، زي بحس انه بتر عضو منه. هذا صحيح يا دكتور. واحنا كنا اصلا خصوصا مع الكبر هذه يحصل انه يحس هو اصلا هو قد في خريف العمر، تمام، يعني ففي برضه يا مشكلة. دكتور،
نفسيته برضو انه هذا مثلا انه حيصير ينحرم من الاكل، انه من بعض الاكلات حيصير ينحرم من بعض الامور، حيصير كذا، وانه حيصير له فيه علاج وله مواقيت معينه في العلاج والامور هذه، ففعلا بيصير عصبي. صحيح هذا صحيح يا دكتور، هذا صحيح الكلام. واحنا قلنا حتى شوف الان معنا يعني حاجه مزدوجه ايضا. شوف احنا عندنا المريض السكر لما يعصب على فكره يرتفع السكر عنده كمان، هذه معروفه صح؟ ايوه نعم. ايوه بالضبط يا دكتور. لما يعصب مريض سكر عند التعصيب يزيد السكر. بالله عليك. طبعا يا دكتور، ايوه لانه صحيح. اصلا الهرمونات اللي العكسية ترتفع دكتور، فتؤدي هذه الهرمونات إلى زيادة مستويات السكر، يا حبيبي وهذا دليل واضح. التوتر النفسي يرفع مستويات السكر، فهذه طبعا يجب أن نتعامل مع المشاعر والممارسات الرياضية، ويكون في استراتيجيات إيجابية للمريض. هذا أمر أساسي، أمر أساسي، لأنه يتقبل الحالة وأنه ما فيش أي شيء. هذه أمر مهمة جدا لكي يقبح حجم من الغضب والقلق الذي لديه. طبعا الموضوع كله واجي من القلق يا دكتور اللي قلت عليه، ويعتقد انه الان مرسم وفي خريف العمر، وانه الان بتر منه البنكرياس، وانه ايضا اذا شاف ايضا ناس تموت من السكر، واحد فشل كلوي، واحد كذا، هذه كل الامور تؤدي به الى انه يحصل تغيير في مزاجيته، تغيير في تقبله ايضا للسكر. ولذلك احنا قلنا يجب ان تكون عند الطبيب اولا، يجب ان يجعل المريض حقه يتقبل الحاله المرضيه لديه، هذا مهم، وان يخفف له الضغط النفسي، هذا ما هو اهم، ويشرح له انه تاثير العلاجات ما هي الا اشياء يعني ايضا تساعد، وموجود علاجات لهذا لكي يحصل توازن ما بين الحاله النفسيه للمريض. للأسف الشديد احنا تحول الأطباء، أنا شفت حتى في الدول المتقدمة عربيا، أتكلم عربيا، يعالج الجسد البشري على يسمونه على الانفصال لا على الاتصال. بمعنى أنت تدخل المستشفى يعمل لك سي تي سكان، تروح انت ساحب السي تي سكان تقول له ايش فيه، يقول لك لا روح لعند الطبيب، الطبيب تروح لعنده يكتب لك اشياء طويلة عريضة، تقول له ايش حالتي، يتعامل معك كآلة. فقدت الحميمية والتواصل ما بين الطبيب والمريض، وبالتالي هذه الاشياء فقدت. نحن ايضا ايقاعيات العصر وصلت حتى الى الجانب الانساني لدى الاطباء، فيتعاملوا بسرعة بإيقاعيات العصر، وبالتالي هذه الحميمية راحت. وحتى جزئيا يعني لو في حالة يحولك لعند الكلى، صاحب الكلى لعند البطن، وهذه الأمور أفقدت العلاقة ما بين الطبيب وما بين المريض، وبالتالي فقد التوازن النفسي لدى المرضى، وهذه مهمة جدا. طبعا نتمنى طبعا نحن في الميديكال إيثكس، في الميديكال إيثكس وليس في الميديكال لو، في الميديكال إيثكس، أن يعاد الاعتبارات هذه، يجب أن تعاد هذه الاعتبارات، بحيث أنه يكون العلاقة ما بين الطبيب والمريض تعود إلى وضع الحميمي والنفسي. الآن الطبيب المريض نفسه يحس بإرهاق ذهني من الطبيب أكثر من الحالة الماضية دكتور. دكتور، نعم. هو لو واحد يعني كل شوي بتعرض مثلا يعني لأسئلة غبية بتخليه يعصب على الدوام، هذا ممكن ينصب بالسكر؟ طبعا يا دكتور الله لانه تدري يبشرك. ايش يا دكتور، أنا وقف الجو. السيالات العصبيه من الكورتيزول ومن الادرينالين، قلنا هذه اندو، شفت بالتقسيم بيجي مش كنا معنا اكسوجينيك ديابيتيك واكسو واندو. فالاندو هذه يا دكتور التقسيمه افادتنا في هذا، انه التعصيب الدائم يؤدي الى سيالات عصبيه زائده من الكورتيزول ومن الادرينالين، وبالتالي يؤدي بالمريض الى السكر. يقول لك على شغله، السيال العصبي الليلي من الكورتيزول، شفت احنا الناس يرقدوا مهمومين صح؟ فيحصل يا دكتور السيالات العصبيه من الكورتيزول عند بعض الناس تكون واضحه جدا، تقيس له السكر في الليل طبيعي، ها دكتور طبيعي، تيجي الصباح رغم انه مش اكل تيجي تقيس الصباح وهو مرتفع السكر. هذه الظاهرة نسميها نحن
داون فونومينا، الظاهرة الليلية. وهذه الدكتور سببه زيادة سيالات كبيرة من الكورتيزون، وهذم أيضا واحدة من الفحوصات للبري ديابيتيك. هذه النقطة فهمت ولا عيدها؟ أنا شيء هذا تفهموها بالضبط وانحفظت وانبطل الدورات أصلا على أنه الدورات هي اللي حتجيب لي سكر، هيك مش هينفع. الأمر صار مخيف، إذا كل يوم عصبية يجي لي السكر، لا نبطل الدورات أحسن على هيك. دكتور انا هو الغرض من كل العلوم هو التنوير يا دكتور، قبل ان يكون التخويف. هو التنوير، هو الغرض تنويري للاخذ بالاسباب. ولذلك الدين ليش لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فقالها ثلاثا. ليش يعني، ليش يعني الموضوع ما هوش يعني قضيه، ما هوش قضيه. الغضب اسباب لامراض كثيره جدا يا دكتور. ولذلك في الدين، اذا كنت غاضبا وواقفا فاجلس، واذا كنت جالسا فانام، الى اخره من الاشياء. فهم الغرض. اذا كنت خاطبا هنا هن يعني هنا الواحد ايش يسوي؟ اذا كنت خاطبا هي هذه المصيبه يعني طيب دكتور، أنا أريد أن أركز على هذه النقطة اللي قلت عليه. في السكر معانا ظاهرتين غريبتين عجيبتين، ها؟ أريد أن تفتحوا قلوبكم قبل عقولكم. في السكر ظاهرتين غريبتين عجيبتين، تسمى داون فينومينا، ظاهرة الليل، وإسموجي إفكت، وظاهرة إسموجي. تمام؟ هذه الظاهرتين يشتركان بصفتين متطابقتين الآتي: إن المريض أو الشخص العادي يكون في الليل سكره طبيعي، سكره تمام مضبط، سواء كان مريض أو شخص طبيعي، لكنه في الصباح نفاجأ إن السكر حقه بدل ما ينزل كمان يرتفع. هذه الظاهرة لها أسباب، وأحد المسميات لها تسمى داون فينومينا. هذا السبب، هذا أحد المدارس التعليلية. وفي مدرسة أخرى اللي هي تابع واحد شخص مجري أمريكي من أصول مجرية، سموجي إفكت، فسميت بتأثيره، وهذا ناتج عن إنتاج كمية من الكورتيزول والجروث هرمونز، الهرمونات اللي ترتفع ليلا. هذه الظاهرات حتى هي موجودة يا دكتور، احنا شرحناها في الـ واخذنا من المحاضرات فيها ساعتين ساعة في المحاضرة في السنة الماضية في المحاضرة الثانية، فأتمنى الرجوع إليها. صحيح تمام. ناخذ في كثير في ايديهم. في هارون البواني. هارون تفضل يا هارون. هارون افتح المايك، فتحت عليك المايك. طيب نشوف صفا مصلح، تفضل يا اخت صفا. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. يا هلا دكتورة صفا، يا هلا. يا دكتور، قبل أسبوع سألني دكتور في مستشفى الثورة في قسم السكري، صراحة ما فهمت سؤاله. السؤال كان What is honeymoon face diabetes؟ هانيمون هذه الحالة تسمى بشهر العسل. شهر العسل مش بتاعك يا دكتور أحمد. لا بديش إياه، ما تقلقش تخافش. أيوة، هذه ظاهرة شهر العسل. نحن كنا حتى هذه حالة معروفة مشهورة دكتورة، ما قبل أن تيجي للتايب 1، ها تيجي للتايب 1 أول شغلة، وهذه قبل أن يصاب، ما بعد مرحلة البري ديابيتيك. أنا أقول لكم الآن فيها قبل مرحلة البري ديابيتيك، المريض يمر على الطبيب في عنده اضطراب سكري. بعدين بعد هذه المرحلة
بعد ما يمر على الطبيب يحس انه شوفي ياخذ العلاج يوقف العلاج السكر يختفي، لكن نكتشف يا دكتورة يرجع له بعد شهر او شهرين، لذلك سميت الحالة بالشهر السكري. الان انا جيب لك بالصورة هي موجودة عندكم، احنا كنا تطرقنا عليها سريعا في واحدة من المحاضرات. اهي ركزي الان معي، ركزي معي الان، اهو الان البيتا سيل هذه، الان البيتا سيل هذه البيتا سيل سليمة، حصل ايتوأميون او حتى ايدوبيثيك، الان احنا في الشهر العسل بغض النظر عن السبب، فتبدأ البيتا سيل بالتناقص. الان تتناقص، هذه نسميها مرحلة البري دايبيتيك، وبعدين المريض هنا يبقي دايبيتيك. السهم اللي تحت هذه، المنطقة اللي تحت هذه نسميها هانيمون، نسميها شهر العسل السكري. هذا الشهر ما بين، هي مش شهر، هي ما بين شهر الى 3 اشهر، احيانا تكون 5 اشهر، يجي المريض هو اصلا بري دايبيتيك، السكر حقه مختل وهو طفل، ويعطى العلاج واحيانا يوقفه العلاج، في اسر توقف العلاج، فتكتشف انه الطفل هذا يشفى ما فيش اي مشكله، هو يدخل ما بين الحد الفاصل ما بين البري دايبيتيك والدايبيتيك، بعد شهر شهرين ثلاثه يبدا النزول السريع. العلاجات اللي اخذها هي اعاده جزء من حيويه البنكرياس، فاعطت كميه من الانسولين، عيشت هذا المريض، حصل له زي الصحيان، صحيناها، اعطيته لفتره لمده شهر الى شهرين، وبعد كذا يحصل للمريض انتكاسه جديده فيدخل بالحاله الحقيقيه. هذه نسميها بحاله شهر العسل يا دكتور، شهر العسل هذا يا دكتور صفاء نسميه. مشكورة. فهمت يا صفاء؟ ايوه مشكورة. وانت يا دكتور وصلت الفكرة لديك؟ وصلت الحمد لله. في ايوه دكتور معاك. هذه من الاشياء الغريبة يا دكتور، في معانا حالات غريبة، حاجات عجيبة في المرضى اللي شهر العسل. منصور نصر بيقول يا دكتور لو سمحت ممكن تعيدها؟ ايوه، هذه من الحالات الغريبه يا دكتور اللي تصيب المرضى، الحالات الغريبه، في حالات غريبه تصيب المرضى في السكري، وتكون طبعا اذا في طبيب متمرس مش دارس كويس احيانا تتلخبط عليه الامور. فمن الظواهر الغريبه اللي قلنا عليها اول داون فينومينا، ظاهره الليل، وظاهره سموج افكت، وهذه موجوده في المحاضره الثانيه العام الماضي. من الاشياء الغريبه ايضا شهر العسل السكري، احنا نسميه هونومون، هوني مون. هذه الحاله انه المريض يا دكتور يكون بالمرحله هذه، حصل له الان البيتا سيل سليم، بدات الان البيتا سيل تتدمر، هذا تايب 1، احنا نتكلم عن تايب 1، بدات تتدمر، زاد دمار البيتا سيل، هذه المرحله نسميها بري دايبيتيك، بعد كذا يظهر الدايبيتيك واضح. الخط الفاصل ما بين البري دايبيتيك والدايبيتيك، في بعض المرضى يبقوا في المرحلة هذه، وهذه المرحلة تكون في شوية من خلايا الجزر لانجرهانس موجود، فيعطى العلاج على أساس أنه طفل وطيب 1، وهذه العلاجات حتى لو هو أيتوأميون أو غيره، هذه العلاجات تصحي أو يكون يأخذ كمية من الأنسولين التي لديه، يعطي له انسولين، فيحصل انه الخلايا حقه هذه يحصل له استجابه، يحصل له ايش يسمونه رده فعل، فتصحو الخلايا الباقيه فتنتج كميه من الانسولين، هذه الكميه من الانسولين تبقي المريض احيانا من شهر الى شهرين الى ثلاثه في حاله الشفاء عن العلاج، فتحصل المرضى يوقفوا العلاج ويعتقد انه شفي خلاص، هو فعلا وما فيش احد اعراض، وكميه الانسولين عنده تمام، والسكر مضبط تماما بعامل داخلي بدون اخذ علاج، لكن نفاجئ بعد شهر الى 3 اشهر بحسب حاله المريض وبحسب كميات الخلايا اللي كانت باقيه موجوده، بعد شهر الى شهرين يتحول الى حاله سكر صريح. هذه المرحله نسميها شهر العسل السكري، اللي هي مرحله تشافي، هذه مرحلة تشافي ما بين البري ديابيتيك والديابيتيك. واضح؟ تمام دكتور.
اللي رافعين ايديهم. في سؤال من الاخ، الله اكبر، في واحد بيقول يعيدها، خلاص عادها يا مديكي عادها. في الاخ اسمه حامد محمد بيقول في حالة الاوتوميون للسكر، لو تم زرع الستيم سيلز ترجع تشتغل تاني، تشتغل كيف؟ واصلا هو عنده اوتوميون، فممكن كده حيحصل ديفكت للخلية المزروعة. هذا صحيح، يجب أن تعالج أولا حالة الأتيو أميون، أولا يعالج حالة الأيتو أميون أو يعطى علاجات مثبطة للأيتو أميون ويزرع، لكن بكل الأحوال يجب أن تزيل السبب الأيتو أميون، ولا تبقي ما عملتش حاجة. يعني أنت زرعت له بنكرياس وخليت السبب الأيتو أميون موجود، ما عملتش حاجة، كأنك لم تفعل شيئا، وبالتالي تعاد إلى نقطة الصفر. وهذا بديهي بالطب يا دكتور، بديهي، يجب أن تعالج الأيتوأميون بعدين تعمل زرع. تمام. في هارون تفضل افتح المايك، يعني رافع ايدك اسأل يا اخي، يعني بفتح لك تتكلم. انت تجنني. في ازهار الكمالي، تفضل يا ازهار. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. هاي يا دكتور. وعليكم السلام، تفضلي تفضلي. دكتور سيكون عبر بتكلم قبل شوية عن حركة الهرمون صح؟ أيوة نعم. طيب إذا احنا مثلا شيء مثلا كيف نعمل المعالجة يعني حتى ما يرجع للحالة من جديد؟ الصوت بعيد وفي بو صدى للأسف، ما سمعت السؤال، لو في إمكانية. اطلع من المطبخ، اطلع من المطبخ. طيب يا دكتور الحالة هذه كيف نعملها؟ يعني الهرمون عشان ما يرجعش انتكاسة من جديد. احنا ما سمعناش السؤال. اطلع من المطبخ او اطلع من الغرفة اللي فيها صدى. انت قاعدة في المطبخ ولا قاعدة وين؟ طيب بعد حالة الهرمون ايوه أنت قلت إنها مثلا إذا وقف العلاج بترجع الحالة ديابيتس، ايوه هو طيب كيف الان هذه نتجنب حالة عودة ها. نعم كيف نتجنب عودة الديابيتس عشان يوقف العلاج يعني تستمر صحة المريض؟ ما فيش دكتور تجنب، هو الحالة هذه هي طبعا على فكرة هذه من الحالات اللي طبعا تكتشف بالصدف. طبعا ايش اللي يحصل؟ انه اول شغلة يجي لك المريض وتعالجه على اساس انه سكر، هو سكر تايب 1، هو سكر تايب 1، تعطي له العلاج ويكون تمام ماشي كويس. تكتشفي بعد ما ياخذ العلاج، وهو ياخذ العلاج الان، العلاج بقى جرعة زائدة عليه، يعني مثلا تعطي له 10 وحدات، لنفترض 10 وحدات من الانسولين. تكتشف مريض انه ال10 الوحدات هذه بقت ذات تأثير شديد عليه، تدخله بهايبو، فأنت تضطري ترجعي تنقص الجرعة، تنقصيها تدري إلى كم؟ إلى الصفر. خلاص تكتشفي هنا إنه الآن دخل المريض، هو الآن في مرحلة هذا الشهر. أو يكون المريض بالصدفة وقف العلاج وشفي، يحس ويعتقد إنه شفي، لكن بعد فترة خلاص يستمر التدمير، وبعد شهر خلاص يدخل في تايب 1 صريح. ما فيش انت معك اي معروفة هذه الحالة في الطب انه كذا ولا كذا، بعد شهر سوف يتحول المريض الى خلاص، هو كان باقي معه خلايا بسيطة جدا تروح خلاص تنتهي، معدودة حتى، او كمية من الانسولين مخزون قليل في الخلايا وراح فقط. فبالتالي ما فيش حاجة اي اجراء عليه، الاجراء الوحيد اذا هو تحت العلاج كان نخفض الجرعة علشان ما يدخلش في هايبو، ويحصل له كيتوزيس، ويظل ويحصل له اسيتون، ويظل تحت المراقبة فقط، لانه قد تكون الجرعة قاتلة بالنسبة له. طيب شكرا. عفوا.
اللي رفيع إيديهم. محمد الأسود، تفضل يا محمد. السلام عليكم، يعطيكم العافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل يوم مرت معنا حالي المريضة السكريين معها، عندها شوية فقر دم عندها. سابقا كان خضابة 10.5، اليوم كان خضابة 9، هيموتوكريت 29، سكرها 225، الخضاب السكري طلع 6.7. هل النتيجة هي منطقية إلا هو السكر الخضاب السكري قليل؟ طيب دكتور معلش، انا السؤال الاتي، انه حقها الهيموجلوبين اي 1 سي 6.7 صح؟ صح. هكذا فهمت. والسكر قست السكر انت في حاله الفاستنج 225 صح؟ صح. جميل. بعد ساعتين ما في بعد ساعتين، هي بس بتعطي انه شو اسمه خلاص. اوكي خلاص، روتينه هي هيك بقيس كل فتره. الان اقول لك، الان إذا كان مستويات الفاستنج، إخواننا الأذى في الانتربريتيشن، إخواننا إذا كان السكر مرتفع كثير الفاستنج والبسط برونديال وما فيش لغط في الفحص، نحن ننفي كواليتي كنترول خلاص عديناه يعني، وكان الهيموجلوبين A1C تحس إنه منخفض زي 6 و7، وكان فقط السكر طالع 300 400، وتتوقع انه ضروري يكون الهيموجلوبين اي 1 سي مرتفع، فهذه الحاله غالبا تكون حاله جديده نيو كيس، يعني معناته ان سكره كان خلال الشهرين اللي فاتوا، يعني هذه حاله جديده تم تصيدها، تم اكتشافه، ولذلك عاد الهيموجلوبين اي 1 سي لم يصل إلى هذه الحدود في الالتقاط لكمية السكر. فهذه تكون أحيانا حالات جديدة، ما تخوفش المخبر، لا يخافش يعني، يحس إنه في مشكلة في النتائج حقه، لا، طالما في كواليتي كنترول تبقى حالة جديدة. وهذه طبعا نحن نقدر نجليها بسؤال واحد للمريض، إذا عنده فحص سابق أو عنده عمل فحوصات من قبل أو أول مرة للسكر. تحصلهم أغلبهم يقول لك أول مرة، لي شهر يعني أصحى ليلا أتبول كثيرا، الدكتور قال لي اعمل فحص طلع السكر مرتفع، فهي طبعا من الحالات اللي هي حالات جديدة، حصل لي دايجنوز، حصل لي تشخيص، حصل لي فحص حديث. تمام واضح؟ دكتور، واضح واضح، يعطيك ألف عافية. جزاك الله خير. جزاك الله. فكرنا في سلمى عبد الله، تفضل يا سلمى. افتح المايك يا سلمى. معني دكتور وليد سمعها؟ انتظر اسمع، هذا ما سمعت. خشني صوتك شوية. نسيت مساك دكتور. مو مساك إن شاء الله. يا دكتور بس عندي سؤال، لما يجي مريض للمختبر يقول يشتي يفعل فحص يعني مبدئي يتأكد عنده سكري أو لا، فالمختبر بيطلب منه يفعل الهيموجلوبين A1C ويطلب منه خلال 8 ساعات. يطلب منه الصوم 8 ساعات. أيوة، ما إحنا بنقيس الهيموجلوبين حق ال3 أشهر ومالوش علاقة في الصيام. أيوة، مالوش علاقة بالصيام خالص، مالوش علاقة بالصيام خالص. أصلاً أغلب المختبرات لما يجوا يقولوا للمريض صوم 8 ساعات وبعدها يرجع كتأكيدي إنه عنده سكر أو لا. علشان الفاسترينج والبوست برونديال ولا إيش؟ لا، الـ A1C. لا مالوش علاقة يا دكتورة خالص. هذا الكلام يعني احنا الآن شاركنا على الهيموجلوبين A1C وقلنا من ضمن مميزاته لا يتأثر وليس أيوة له أيوة علاقة أيوة بالصوم. أيوة أيوة يا وقلنا دكتور نحن أنا فاهمة هذه، ها بس أنا أقصد يعني أغلب المختبرات اللي اشتغلت فيهم يخلوا المريض يصوم 8 ساعات يفعلون A1C. أنت هنا في اليمن ولا فين؟ أيوة غريب عجيب. دكتور من صوتها بدها تبكي معناها في اليمن.
طيب يا دكتورة، يا دكتورة شوفوا، احنا كنا الهيموجلوبين اي ون سي، احنا كنا قولا واحدا الهيموجلوبين اي ون سي لا يتأثر بالصوم خالص وليس له علاقة. واحد اثنين، قلنا الهيموجلوبين اي ون سي يرتبط بالسكر بطريقتين، وهذه مهمات الطريقتين. إذا كانت كمية السكر لا تعدي 140 ودام واستمر، هذه ال 140 أقل 120 من 12 ساعة. يعني مثلا واحد الآن أخذ حلق، أخذ زيادة سكر، أخذ حلويات زيادة، أخذ حلويات زيادة، فكان السكر حقه في حدود 140، بعضهم يقول حتى 160، لكن هذه الزيادة الآن دخله صام، راح تريض، ما عاد أسرفش بالأكل الحلويات من ثاني، كمية السكر اللي في جسمه هذه لم تتعدى ال 12 ساعة، فإنه الارتباط هذا اللي كان على الهيموجلوبين اي ون سي ينفك ويرجع في الدم ويبقى الهيموجلوبين اي ون سي خلاص. الآن المشكلة فين؟ إذا كمية السكر هذه واحد أخذ هذا الحلويات وارتفعت 160 والآن ما دخلش في رياضة ولا صيام، استمر بالأكل، نام، ما تحركش، استمرت هذه الزيادة السكر عند 140 160 أكثر من 12 ساعة، هذا يحصل ارتباط دائم كيميائي ما بين الهيموجلوبين والسكر، خلاص ارتباط يدوم ما دام. بالتالي هذه الزيادة ليس لها علاقة بالصوم، يعني هذه أنت تقيسها خلال 3 أشهر بأي وقت، ما لهش علاقة إذا صام أو لا، هي ارتباط دائم دائم كيميائي لا ينفك، نسموه حتى ارتباط إنزيمي ما ينفكش، ما لهش علاقة بالصوم إطلاقا خالص. ولذلك حتى احنا في بعض احنا نخاف، حتى انا اخاف اطرح هذه النقطة في بعض التشريعات في الشركات وفي كذا. الآن مثلا انا لنفترض انا الآن في شركة، وش يفعل التشريع اللي عنده سكر؟ خلاص ما نوظفوش، نخرجه من الشغل، لا ما نوظفوش. الآن ممكن واحد عنده سكر ممكن يضبطه في الليل، ياخذ انسولين، ياخذ علاج، يصوم، يجي الصبح يقيس السكر طبيعي خلاص، بس منو اللي يفضحه؟ منو الفاضح؟ منو الكاشف للعملية هذه؟ في حالة انه واحد دخل في صوم وخلى السكر حقه طبيعي للتهرب من موضوع ما، الفاضح الكاشف هو الهيموجلوبين اي ون سي، لانه لا يتأثر، هو اللي يفضحه. تقيس له الهيموجلوبين اي ون سي يطلع لك 10 11، ما لهش علاقة بالصيام يا دكتورة. لو كان الهيموجلوبين أو نسي له علاقة بالصيام كان عالجنا حاجات كثيرة يا دكتور، خلصنا من الكومبليكيشن. ولذلك أنا أسف أسف إنه بعض المختبرات تفعل هذا، ما يصحش، كلام غير صحيح، لا أقول إنه كلام غير صحيح. شكرا. شكرا. تمام. بسمة المقطري أو المقطري، تفضل يا بسمة. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله، هلا بالمقطري. أهلا دكتور، عندي أختي هي كانت سمينة، تمام، ارتفع عندي السكر والهيموجلوبين اي ون سي كان 7، وبعدين التزمت بحمية ونقصت من وزنه، ضبط معي سكر الدم، بس الآن سكر البول عاد موجود، وقابله كمان هذا اللي هو الضابط حق السكر، ميتافورمين. أيوة، والآن يعمل له هبوط بالسكر. طيب اوكي، احنا قلنا على الميتافورمين، قلنا هو علاج مساعد للسكري، وهو حقه الطريقة انه يشتغل على الخلايا، يعمل لي تحسس فيدخل السكر الزائد من الجسم الى الخلايا، ولذلك انه هو علاج رائع جدا الميتافورمين. وقلنا احنا زواجي من عشبة تسمى حرمان الجبال او الارجواني الفرنسية الى اخره، هذا الكلام اللي قلناه. طالما نقصت الاوبيسيتي معناته احنا الان هي نقصت من حجم الانسولين ريسيستنس، وهذا جيد، عملت تحسس للخلايا وهذا اكثر من جيد. الان هي تبعد عني شبح ان تكون حالة ديابيتك اذا كانت عادية في البدايات، وتبعد عني شبح البي سي او واشياء كثيرة جدا. انا المستغرب له فقط موضوع الجلوكوز يوريا، هل عندي مشكلة كلوية؟ هل عندي مشكلة كلوية؟ لأن الجلوكوز لا، يوريا سوت فحوصات قالوا طبيعي، وكشافة كمان.
اوكي السكر حقه يطلع اقل من 180 دائما؟ الان تعمل الفحص يطلع 120 بس اللي هو الهيموجلوبين اي 1 سي انقضوا 9. رجع ثاني مره 9؟ ايوه يطلع له 9. طيب دكتور الحاله ما تعالجتش الان، لانه طالما الان السكر 120 وهي صايمه، بالبوست برونديال كم؟ لا لا وهي فاطر. يا فاطر ايوه في مشكله دكتوره في الفحص، في مشكله في الفحص، هو في يا اما مشكله في في مشكله الفحص، بالفحص في مشكله في يعني في الفحص. مشكله بالتحفظ. ايوه طبعا في مشكله في الفحص. الهيموجلوبين اون سي تتاكدي فقط دكتوره في مختبر كويس مقدار ايوه الهيموجلوبين اون سي، وصائم وفاطر لكن كويس انه انقصت وزنه، وبعدين تقولي موجود جلوكوز يوريا. يجب ان تاخذي عينه فريش، يعني تمام تروح المختبر تحضر العينه هناك، ما تاخذش مثلا عينه ضروري فريش في موضوع الجلوكوز يوريا، تمام؟ كان اي الموضوع صح، عدى 180 او لا. هذه الامور مهمه، تقيم انت الفحوصات صح، وبعدين نعاود النقاش من جديد دكتوره في حاجه ما. إن شاء الله. يعني هو المنظم يعمل له بطء في السكر المفروض ما يعمل. المنظم لا يعمل نقص للسكر، هو ميزته الجميله واللي يشتغلوا عليه الناس انه منظم السكر ينقص السكر من الهايبر للنورمال، ما يدخلش بالهايبر يا دكتوره، خصوصا لو هو طبعا جليكوفاج يعني متفورمين صافي، ما في بوش اضافات سكريه، والله هو ايش ما نوعه في بوش. بالضبط ما عنديش داري، عاد انا قلت له تصوره واتش ترسي. هو بتحصل يا دكتور كذا مكتوب ميتافورمين 500 1000 850 بدون، لكن اذا حصلتي شرطه 800 على 50 على 5 هذا مضاف له علاج للسكر كمان، يعني اثنين في واحد، يعني موجود علاج الميتافورمين مضاف له علاج السكر اللي هو الداونين او الداي مايكرون. فهو تشوف اذا هو صافي معناته يكون رقم الاولي 100 800 500 بدون اي اضافه رقميه، اذا فهم في شرطه وتحتها 50 5 معناته مضاف له علاج بالسكر، يعني تاخذ علاج للسكر هي الان. شكرا. اوكي اوكي تمام شكرا. تمام. في اللي الأستاذة شهد أبو قويدر، تفضل يا أستاذة شهد. السلام عليكم، يعطيك العافية دكتور. وعليكم دكتور نسأل عن يعني أنا أخذتها بالجامعة وبتأكد من صحتها، إنه الهيموجلوبين A1C يعني لما أعمله بعدة مختبرات يعني لنفس الشخص أو مثلا عدة أجهزة بتشتغل على مبادئ مختلفة إنه بيعطيني نتائج مختلفة يعني لنفس الشخص، هاي يعني هذا الكلام صحيح ولا لا؟ فأنا بذكر إنه أخذنا إنه بقدرش أستخدمه، إنه عن جد يعني أحكي إنه هو هذا الشخص عنده سكري بس عشان هاي الشغلة أو عشان هاي الديس أدفانتجز اللي عنده. اوكي احنا قلنا في معنى انترنال كواليتي كنترول واكسترنال كواليتي كنترول، واعتقدنا في المحاضرات حقكم اللي على الدورات الان الفلسطينيه اعتقد في موضوع في الكواليتي كنترول، ففي معنى انترنال واكسترنال كواليتي كنترول. احنا متفقين في حاله الاكسترنال كواليتي كنترول هي عينات توزع للمختبرات، هذه بغض النظر عن طريقة الشغل والجهاز يجب أن تكون النتيجة موحدة، يعني أنا أرسلت لمختبر لعشر مختبرات عشر عينات لهيموجلوبين أون سي كانت قيمته 8، هذا المختبر يشتغل بطريقة ألف وهذا يشتغل بطريقة باء، وهذه يجب أن تكون النتيجة موحدة 8، يعني 8 هذه الشغل الحقيقي الاكسترنال. ما قدرش أنا أقول هذا المختبر إنه الآن هي 8 بس لأنه اشتغل بالطريقة بي، وبالتالي طلع النتيجة 10 ودي النتيجة للدكتور أقول له هذه هي مش 10 لأنه اشتغلنا، لا دكتور هذا ما لهش علاقة، هذا نوع من التسويف. الآن طرق شغل الهيموجلوبين أنسي معروفة، ويجب أن يكون الكواليتي كنترول مضبط، إذا الأجهزة حديثة يجب أن تضبط تماما قبل بدء أي شغل، تعمل لهم ثم تقييم، تعملوا ايفاليشنز، تعملوا حقوقهم من الكرفات، تبداوا تشتغلوا. لكن هذا الكلام مو صحيح، لا غير مقبول. شهد انت حضرت معنا دوره الكواليتي كنترول لاب مانجمنت الكواليتي كنترول؟ لا لا ما
موجودة في القناة أعتقد 6 محاضرات لاب مانجمنت ديفايس كنترول. وغير هيك إنه أصلا أنا قبل شوية يعني كنت قاعد بكلم معهد في الأردن، أكاديمي، معهد أكاديمي في الأردن، إنه في دكتورة معروفة اسمها سمرة سعد الدين، إنه نتفق معاها على دورة في الكواليتي كنترول تاخذوها تاني إن شاء الله. يعني قبل شوي لسه يعني ها بعثت على القناة بستنى ردهم، فإن شاء الله تاخذيها معنا تاني. بس برضه شوف ال6 محاضرات الموجودة على الجروب، على القناة في اليوتيوب موجودة يعني بتفسر لك. إن شاء الله يخلص يا دكتور. الله يسلمك. في علاء المليكي، علاء الدين المليكي أو المليكي، تفضلي علاء. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم كل خير. حياك. يا دكتور، هل يوجد علاقة بين السكر الكاذب والأنتي دايريتك هرمون؟ ما هل يوجد بينهم علاقة؟ ما بينه من؟ بين السكر الكاذب والأنتي دايريتك هرمون؟ هو السبب، الأنتي دايريتك هرمون هو السبب، هو السبب للسكر الكاذب. السكر الكاذب هي حالة مرضية ليست لها علاقة بالديابيتس ميليتس خالص، هي سميت بالسكر الكاذب فقط لتشابه الأعراض في حينه، وهذا من عيب المسميات. هو زيادة التبول، وهذه الزيادة في التبول كان يجعل الناس يعتقدوا أنه زي السكر لأنه اشتبه هنا في الأعراض. وسببه هي زيادة الأنتي ديوريتيك هرمونز. الأنتي ديوريتيك هرمونز موجود طبعا في الغدة، في الدماغ، إذا حصل لواحد أحيانا، حتى في الجانب الفيزيائي، يعني واحد طاح في البلاط، طاح في الحمام، طاح كذا، يحصل مشكلة في هذه الغدة، وبالتالي في إفراز الهرمونز يؤدي بالمريض إلى زيادة التبول ديرتيك يحصل له، فالهرمون هذا يختل، فما يحصلش أنتي ديرتيك هرمون، فيحصل إدرار زيادة. الإدرار الزيادة هذه هي السبب لفقد الهرمون. اسأل كاذب، فالمباشرة يا دكتور، علاقة مباشرة هي السبب، هو السبب بالهرمون. يلا نشكر يا دكتور. تمام. رشا عودة قادر من القدس العربية، القدس الشريفة، تفضلي يا رشا، تفضلي. هذه صاحبة الصورة يا دكتور، صح؟ القدس؟ أيوة صاحبة الصورة. أيوة، هي الصورة يا دكتور. صورت فين وقت الصورة الفجر. بتاعتي؟ الصورة بتاعتي فين؟ لا إن شاء الله، إن قالت شاء الله. بس تروح، لأنه هي الآن مريضة وتعاني، و جد قالت إنها مريضة في المستشفى، لا هي تمام يعني حافظة. تمام أنا يعطيكم العافية. لا إن شاء الله دكتور، واحد الصورة راح توصل بس شوية صغيرة. أنت لسه في المستشفى يا تمر؟ رشا، أنا رشا يلا. بلاش خضر، اسم عيلتي خضر. لسه في المستشفى؟ لا والله طلعت عندي حصوات، فانتكست الفترة هاي شوي. إن شاء الله بس أرجع بس أين عليك يتبقى. من النفس عندك، مش قادر تاخذي نفسك. ألف ألف سلام عليك. لا منيح الحمد لله. دكتور بدي أسألك سؤال، عن زميلة إلنا كان عندها مشكلة بالرئة، كانت تاخذ إلها 6 سنين 7 سنين تاخذ أزيثروميسين، إلها 6 سنين 7 سنين على الأزيثروميسين، نفس الدوز. انت عارف أزيثروميسين. هلا فترة انتكست، انتبهنا عليها لما كنا نعمل لها فحوصات، هي كانت تعمل عندنا دايما فحوصات يعني روتينية، ارتفعت عندها الفاستنج يعني عالي. لما سوينا الفاستنج كله طلع فوق 130 140، تمام. عملنا هيموجلوبين اي ون سي طلع عندها فوق 6.5، مرة طلع 6.7 هيك شيء. هلا فبنتناقش بنحكي على الازيثروميسين، فبحكي لها يعني انها تاخذي هاي الفترة الزمنية، يعني الدكتور ما حكى لك اشي يعني انها 7 سنين تاخذي نفس الدواء يعني حتى نفس الدوز. فهي حكت لي، سألتها وحكى لها انها لانها مفيش في بديل. هلا شو سوى يعني،
يعني جرأة، يعني إحنا خفنا كثير، وقفت الأزيثروماسين. تمام؟ تمام. لما وقفت هو كان عندها السكر عالي والليبر إنزيم كله عالي. هلا وقفت الأزيثروماسين يا دكتور، الشهر الثاني سكرها نزل ل 110، 100 صارت 100 110، حتى مرة 90 195. ضلينا نصبر 3 أشهر 4 أشهر، نزل عندها التراكمي ل 5 و7. يعني هي هلا يعني إذا صنفنا بالأول كانت بالسكر، هلا صارت في البري. مثل هيك إيش لازم نعطيها مثلا؟ إيش نعمل؟ طيب أنا أول شغلة يعني ولاي مصدوم، واحد يأخذ أنتيبيوتيك سنوات في مشكلة هيك. ما أدري بالأساس، أنا لست طبيب ميديسينس يعني، ولا احنا بس احنا استغربنا، ان انا استغربت يا دكتور انه يعني نفس الدوز على لونج تيرم، تاخذ ازيثروميسين تاخذ كورتيزون 0.5 ومره اخذت واحد على نفس الدوز، يعني هذول السنوات ما نزلوا. طيب دكتوره شوفي، الان انت ضفتي الكورتيزون، الكورتيزون احنا اخذنا واحده من التصنيفات، اذا انت معنا كنت بالتصنيف السكري، انت حضرتي التصنيف صح؟ صح. واحده من رقم 10 و11 اللي هي ما لها السكندري، اللي هي لها علاقة بالعلاجات صح؟ صح. وخصصنا بس دكتور هي وقفت الأزيثرو بس. اوكي. وقاطو الدكتور ميثازون زود، المجموعة كلها هي سبب لأنك يرفع السكر. وفي مجموعة من الأنتيبيوتكس أنا مش متأكد من الإريثروميسين، لكن ممكن حتى أشوفه وأعمل لك رسالة فيه في وقت آخر. لكن أزيثروميسين أزيثروميسين. طيب الأزيثروميسين إنه يعطى 3 حبات، هو كورس قصير، 3 حبات في الحالات المتوسطة و6 حبات في الحالات الشديدة ويكتفى. لكن أنا لا أعلم إنه في مريضة تأخذ إزيثروميسين واللونج تيرم بالسنوات، انا اشوفه راي طبي، ما اقدرش اقول على انه غريب عجيب، ما اعتقد انه دكتور الليفر انزايم كله نزل، يعني كان عندنا بالالام يعني نزل طبيعي. واضح دكتور السبب الان، انه هي الان لما خافت وقفت، هو شوفي كان اشفع لها من بلاوي، يعني الليفر انزايم طاحت، السكر طاح، يعني كان شو فيها في عده مشاكل كلها عريضه. إجراء غريب عجيب، ما أدريش أنا، ما أدريش الدكتور، يعني إحنا دكتورة إحنا وقفنا لحالنا، يعني إحنا حكينا عن جرس. أيوة يعني أنتم طلعتم حكماء أفضل من الطبيب مع احترامي الشخصي له، ما مش إجراء غير صحيح، والدليل هو صار عملي الآن، أنتم لما وقفتم العلاج كل الأمور انضبطت صلحت، ونفسيتها الآن بتصلح، وضعها بيتصلح، يعني إيش الاحتياج لأنه، وحتى الكورتيزول وهذا يفترض أنه يسحب الآن إذا ما فيش مشكلة حقيقية، ما فيش أي تؤمنون، يفترض أنه يسحب. وبالتالي أنا من رأيي أنكم تستشيروا طبيب باطنية شاطر، يفترضتوا على طبيب باطنة كويس، لأنه صراحة إجراء غير طبيعي، إجراء غير طبيعي، إجراء غير مقبول. ما أدريش دكتورة. دكتورة هلا بالبيت شو نعمل؟ يعني تاخذ بالنسبة لها الميتوفورمين كويس، ما يعملش مشاكل إلى الآن. أولا نرتب الأفكار، يجب أن تعرض على طبيب باطني جديد يقيم الحالة ويأخذ بعين الاعتبار اللي خدته. 2، الميتوفورمين مبدئيا نقول ما فيش أي شيء. 3، إنه يجب أن تعود لحياتها الطبيعية جدا 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 جدا، وتبتعد عن الاسترس، وتهتم بجودة النوم، وتعتمد على حياتها بالحياة بالفريش، الحياة يعني التغذية الفريش، شغلات احنا نقول ما تبتعد عن المعلبات والشغلات كذا والسكاكر مبدئيا. اذا سنها مقبول للرياضه كويس تمام. بس دكتور شفنا شيء واحد، لما هي صراحه بت ستايل كثير، يعني صراحه بعد المرض يعني ما بتاكل الا لا، لاحظناه انه بهدول الشهرين اللي وقفنا فيهم الازيثروميسين نزل وزنها كثير. وقفتم الكورتيزول كمان؟ الكورتيزون لا، وقفنا الأزيثروميسين، حكينا ننزل إشي إشي. طيب بالنسبة لتنقيس الوزن، هي قريبتك صح؟ لا زميلتي.
اوكي، يجب انه طبيب باطنيه يفتي لنا ليش الوزن نقص، خصوصا اذا كان بشكل كبير، لانه قد يكون علامه مش كويسه. تمام فقط. ها حاضر. سمعت يا ايوه دكتور. ايوه يعني قد تحتاج قياس، قد تحتاج رنين، قد تحتاج سي تي سكان، قد تحتاج تقييم الغده الدرقيه، وقد تحتاج من الغدة الدرقية منيحة، مني. أشكينا طيب اوكي الغدة الدرقية منيحة. ايوه طيب، قد تكون، ما انا مشيش اذهب بك بعيدا، قد ناخذ في الموضوع انه في حاجه، لا قدر الله، لا نذهب بعيدا، تيومر ماركر، شغله زي كذا، اذا نزل الوزن بالوصف اللي توصفيه انت، بالوصف اللي توصفيه. لكن في كل الاحوال دكتوره، يجب ان تعرض طبيب باطني كويس، تؤخذ الفتره هذه، مع استغراب العجيب الى انه واحد ياخذ ميتوفورمين لفتره هذه الطويله، ايزو اريثروميسين عفوا، لهذه الفتره الطويله. ما انا لا اعرف انه في الدساتير الطبيه انه يؤخذ الانتي بايوتيك بهذا الشكل. البنسلين بروكاين اللي هو 1,200,000 اللي ياخذ للروماتيزم، ما يتعدى السنه ونصف، ابره كل شهر، يعني كله على كله ترتبت عن 12، يعني تقريبا 16 ابره. لكن ما اعرف انا الايزو اريثروميسين ناخذ بهذا، لكن انا سابحث. لكن اعرضيه على طبيب باطنيه كويس، ويجب ان تاخذ الهستوري كويس، ياخذ الدكتور ويهتم، وان شاء الله تكون طيبه، وان شاء الله تكون السكر سؤال والضعف ثاني كان. دكتور، بقدر ها أسأل سؤال ثاني؟ هل دكتور سؤال ثاني، هل دكتور كم في مقدار للأنسولين بيقدر يقتل إنسان إذا كان يقتل سليم؟ الإنسان، آه يقتله، يقتل. يميت، يعني يميت قصدي. إذا بتعطي مثلا إنسان مش محتاج، هل في دوز معين أيوة للأنسولين طبعا. إنه بيقدر يقتل بون؟ يعني أنا سمعت مرة إنه ستيك بنسلين 5 دوز، يعني بس أيوة أتأكد من هاي. أيوة دكتور موجودة، إحنا شرحناها في الهيبو جليسيميك، ولكنها إحنا شرحناها في موضوع في موضوع النفسي اللي هو قلب اهتمام. إذا زيدت الجرعة، إذا واحد زيد الجرعة خطأ، ممكن يميت الشخص، يدخله في هيبو، يتدمر خلايا الدماغ، يروح فيها. إيه ممكن، إيه، لكن ليس هناك رقم، ما فيش رقم مكتوب في الكتب، والمدة ما لهش الرقم، فهذا تعتمد على كمية السكر، هل هو صغير أو كبير، عمره إلى آخره، مقدار صحيان بقية أعضائه. فهي في طبعا جرعة، أنت إذا زيدت جرعة الأنسولين يموت فيها الشخص، طبيعي دكتورة. وفي حالات كثيرة على فكرة زادت عليهم جرعة الأنسولين، دخلوا في هيبو شديد، دمر خلايا الدماغ، راح فيها، موجود. حتى أنت تقدري تفعلي، أنت في إحصائيا، تبحثي في النت إحصائيا للحالات اللي ماتوا أكوردينج للعلاج الأنسولين في الهيبو، مليون بتحصلي إحصائيات. تمام دكتور، شكرا. شكرا. جزاك الله خير دكتور. في سؤال من علاء العسيري بيقول: هل الثمن البلدي بيعمل زيادة في السكر؟ احنا هذا الاسبوع اللي فات، المحاضره السابقه، كان معنا الدكتور، انا مش عارف مين، فهد، الدكتور فهد، الدكتور فهد، ايوه فهد، فهد من؟ فهد المسعودي، هذا من اليمن. فهد المسعودي من عندكم من اليمن، بس هو مش حاضر معنا المحاضره هاي لانه عمل حادث وايده انكسرت. لا ولا قوه الا بالله. خلاص يا دكتور، ارسل لي رقمه ونسلم عليه. أبشر أبشر. طيب، على كل، احنا شرحنا هذه النقطة، وكنا في مدارس، الموضوع هذا بدأ سنة ثلاثة بالسبعينات، قلنا انه المدارس الغربية اتهمت انه الدهون وبشكل عام الكوليسترول والتريجليسرايد والكوليسترول الحميد والخبيث ينتج من الدهون الحيوانية. وعلى ضوء طبعا اشتغلت هذه الشركات شغل كبير وربحوا المليارات. الآن الأبحاث الجديدة تقول لا، الأبحاث الجديدة أنه هذا كانت البشرية في تضليل علمي، وأنه هذه الدهون هي بالعكس، وفي أبحاث حقيقية يعني أنه هذه بالعكس هي تطيل من عمر حتى خلايا لينجر هانز، وأن السمن البلدي يدخل في تركيب ترميمي
للجدار الخلية لجزر لينجرهانس وخلايا عامة كثيرة من ضمن جزر لينجرهانس، وبالتالي يطيل من عمر الخلية عكس ما أشيع سابقا تماما. طبعا هذا الكلام قد يتركنا هنا في حيرة في كذا. أنا رأيي الشخصي أستأنس لهذا الرأي كثير، أستأنس كثير. سمعت دكتور عراقي أنا مرة، أول ما سمعت الكلام هذا من دكتور عراقي، هو اللي بيقول من عجزة الدهون الحيوانية بترفع الكوليسترول والأمور هذه وبتسبب السكر، اسمه دكتور محمد الكرماني، دكتور متخصص في التغذية وحتى هو مطور برامج في التغذية على مستوى العالم. قال كلام فاضي، أنا في اليوم الواحد آكل كم بيضة ومش عارف، وآكل لحوم والأمور هذه، وصحتي بسبب اللحوم والدهون يعني. وحتى أثبت بالأبحاث والدراسات إنه الدهون الحيوانية بالعكس تأثيرها ممتاز على الجسم مش تأثير ضار. أيوة. فالآن هم طبعا ما أدريش يعني، إحنا الآن حاليا طبعا في دكتور في دكتور إذا دخلت في مواقع علمية وبحثية تتكلم عن 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 عن, عن الخيانات العلمية، عن الأبحاث العلمية اللي يقروها الغرب طبعا، وحاولوا يضللوا العالم من ضمن اشياء كثيره جدا، في ابحاث جينيه وفي ابحاث كذا حتى من بدايه القرن يعني. هذا الموضوع لم يبقى سرا معروف الان وعلى مستوى العالم وكذا، فموجود هذا الكلام. وانا صراحه زي ما قال الدكتور هذا العراقي ايضا استانس لهذا الراي، خصوصا انه المدرسه هذه الان بدات تكبر بابحاث علميه حقيقيه، بدات تكبر الان يعني. الآن في بحث قريب كان يتكلم عن ترميم الخلايا، مثبوت علميا يتكلم عن ترميم خلايا الجسم ومن ضمن خلايا الجزر لينجرهانس، وأن يبعد يعني يبعد عن شبحة الوفاء السريع عبر السمن البلدي اللي يقول عليه. شكرا جزيلا. اللي بعده ثواني نشوف اللي بعده. في ابتهال سألتي أنت، ابتهال كانت رفع يديها، ابتهال ثواني بس أشوف ابتهال، الظاهر النت عندها قطع، ابتهال النت في اليمن شوي أنا عارف. تمام. هيك بسيمة أو سمير هزاع، خلينا سمير هزاع قبل بسيمة، تفضل يا سمير. مساء الخير دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا سمير، حياك الله حي القلب. دكتور في عندي الإجابة حق الاستخدام الطويل للأزيثروميسين. نعم. طبعا أنا لي فترة أبحث بموضوع الـ drugs and laboratory test interactions. أغلب المضادات الحيوية بتعمل increasing بال liver enzymes وكمان بال blood sugar، وتعمل leukopenia وthrombocytopenia. تمام. هذا حق يعني زي ما تقول الأعراض الجانبية فقط، فما بالك إذا كان يعني استخدام طويل المدى الأمد زي الأخت ما قالت. هي أعرف دكتور بالنسبة للكبد وإنزيمات الكبد، لأنه الخلايا حساسة جدا، ولأنه يحصل تصفية من هناك يعني، لأنه دور الكبد هو أول التخلص من السموم، وبالتالي كل الميتابوليزم تمر عليه، فهو أول المتأثرين في هذا الموضوع، فبالتالي ترتفع في كثير من العلاجات. لكن هو الغريب انه هل يعني الان يشتغل على خلايا جزر لينجرهانس يؤدي بها الى الدمار؟ احنا قلنا في مجموعه من العلاجات من ضمن الكورتيزول ومجموعه الصرع والايتاميون وعلاجات الايدز، انا يعني اعلم فيها بالعموم، لكن انا ممكن اشوفها طبعا بالتفصيل وتخصص يعني، وحصرا على الاليزا اورثروميسينز وعمله على البنكرياس. فشكرا كثير لك يا سمير على هذه المعلومه. شكرا دكتور. موجوده معي الدراسه، ممكن انشرها للزملاء، الادويه المضاده اللي تعمل مشاكل في نتائج الفحوصات الطبيه. الازيثروميسين برضه
اذا الشخص يستخدم ازيثروميسين لاقي البلاد شوجر عنده مرتفع، كمان الكرياتينين واليوريا. معروف دكتور، ولذلك احنا دائما دائما معروف في الدساتير الطبيه معروف انه اي علاج خصوصا العلاجات سيئه السمعه يجب انه المريض هذا روتي يعني اجباريا على الطبيب انه يفحص المريض وظائف الكبد والكلى والسي بي سي بشكل دوري مع اخذ العلاج. يعني مثلا انت على سبيل المثال في الامراض المزمنه مثلا في السيكتريك في الحالات النفسيه ياخذوا اسبردال وياخذوا مجموعه علاجات كثيره، هذه تسميها الكبد، يجب 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 هذا امر يعني روتيني معروف يعني حتى من الايثكس من المفهوم العام من المفهوم، يجب انه هذا التقييم انه وظائف الكبد والكلى والسي بي سي هذا امر روتين تيست. فما بالك انت طبعا اخذ يعني انا كمصدوم انه ايزوريثروميسين لسنوات وما يحصلش تقييم حقيقي وكذا وما ادريش، لكن هذا معروف انه في تاثير العلاجات على تداخل النتائج. وفي طبعا اوراق علميه في مؤتمرات حتى اسمها هكذا تداخل العلاجات مع النتائج المخبريه، وجميل هذا البحث، انت انشره ايضا لزملائك، جميل نستفيد منه كلنا جميعا ان شاء الله. شكرا لك دكتور. جزاك الله خير. جزاك الله خير. في أمت السلام، إيش اسمها؟ افتح المايك. إيش اسمك؟ السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام، بس بدأ علي صوتك. علي صوتك الآن تمام؟ لا كمان قلبي الجوال من امك. والان ايش اسمك انت؟ أمة السلام. أمة السلام. أمة الإسلام. أمة السلام. أمة السلام. أمة السلام، تفضلي. كذا واضح الصوت يا أمة السلام. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله، الصوت ضاع الآن يا أمة السلام. طيب يا دكتور، يعني ذا الحين هم بيقولون في اللي هو مرض القدم السكري. الصوت راح يا أمة السلام. الصوت يا دكتورة مش موجود. يا دكتور أيوة. الآن تسمعني؟ أيوة كده تمام. طيب قلت طيب يا دكتور، في اللي هو مرض القدم السكري، يعني هل هناك نصائح للمحافظة على صحة القدمين؟ لأنه لأن مشاكل القدم السكري شائعة عند مرضى السكري. طيب حاضر. أولاً هو من أحد الكومبليكيشنز الخطيرة للسكر، لأنه يؤدي بالمريض إلى الجانجرين، ويجب أن تعرفي يا دكتورة والجميع أنه في كل دقيقة تبتر ساقين، في كل دقيقة عالمياً تبتر ساقين بسبب الديبيتيك. يعني الآن لنا تقريبا 3 ساعات، اضرب 180 تقريبا 360 مريض تم بتر أقدامهم بسبب القدم السكرية. يعني في بالمعدل العالمي هذا بحسب الإحصائيات العالمية تبتر قدمين في كل دقيقة. الوصايا يجب الآتي. أولا احنا قلنا يجب انه تنظف القدم بشكل يومي، واحد. اثنين، يجب ان يستخدم نحن نسميها النيفيا والاخراج المرطبات الجلدية بشكل يومي. ثلاثة، انه ما يلبس شراب ضاغط. اربعة، ما يلبس ايضا الجزمة الضاغطة، يلبس نحن ما نسميه الصندل والشبشب عزكم الله. وثلاثة أو أربعة، ما يقص أظفاره بالمقص، بقص بالقصاصة الأظافر، يجب أن تكون بالمقص. أربعة، يجب على الأسرة في البيت أن يقلب القدم، يعني من وقت لآخر إذا لم يكن يوميا على الأقل كل شهر كل أسبوع، إذا كان في بثور سوداء، بثور نقط سوداء على القدم
على طول هذه المنطقة نحن نسميه مكان نحن نفعل من القب من الحبة قبة، يجب أن يعرض على طبيب جراحة. الآن في جراحة قدم سكرية، هذه الوصايا يعني ضرورية جدا. النظافة العامة، استخدام المرطبات، ما يستخدم الشراب الضاغط، يستخدم جزمات مفتوحة زي الصنادل والشباشب، ما يقص أظافره بال. إذا تعرض لجرح لكذا يجب أن يجرح، يجب أن يقلب قدمه من وقت لآخر على الأقل. نحن نقول بعضهم نتشدد خصوصا اللي قد حصل له مشكلة فيها إنه بشبه يومي، إذا لم يكن فنحن أول شغلة كل أسبوع كل شهر يقلب القدم. إذا في مشكلة بثور سوداء نقاط سوداء يجب أن يعرض على الطبيب قدم سكرية، ضروري جدا. إذا حصل فيها التهاب خلاص في الأصبع، حصل مشكلة، حصل التهاب وعنده سكر، هذا أمر يعني الجري على الطبيب، جري على الطبيب جراحة القدم السكرية. الإجراءات اللي تجرى في هذا الشأن هو الآتي: إحنا نجرف النسيج، يعني نجرف النسيج جرف، نكاد نتخلص حتى من شكل الأصبع، يعني نجرفها أولا قبل القطع قبل الجراحة. ويخضع المريض لإجراءين أساسيا بعد التجريف النسيجي تصل إلى منطقة الدم. بعد التجريف نعمل إجراءين: سترونج أنتيبيوتيك، يعطى سترونج أنتيبيوتيك مضاد حيوي شديد، وبعد السترونج أنتيبيوتيك يعطى دكتورة أنسولين ويضبط السكر بشكل مخيف، يعني يضبط يعني. ويجب أن تكون قياسات السكر 4 مرات في اليوم الصوري، وذلك حتى في الأسئلة متى يجب قياس السكر 4 مرات في القدم السكرية، كل 6 ساعات نقيس السكر ويضبط، يكون تحت شرف طبي يضبط. لما خلاص بعدين نفتح القدم، نفتح الأصبع هذه، إذا التأمات والأمور تمام الحمد لله خلاص راح الشر. إذا لا والله ما زالت المشكلة، معناته أنه ذهبنا إلى موضوع الجنجرين، وبالتالي نضطر إلى أنه نشيل. وهذا طبعا قرار مؤلم جدا للجراح وللأهل ولنا حتى وللناس أجمعين، يعني واضح؟ واضح. شكرا. تمام، جزاك الله. في الأخت تهال قطع النت عندها وراحت عبت كرت، يعني جزا الله خير، والله أنا جدع، أنا جدع، أنا موظفة يعني تسأل. تفضل يا أخت تهال. على فكرة يا دكتور أحمد، على فكرة إحنا مشكلة النت هنا حتى الطلاب، يعني حاجة أنا حتى يحكي للطلاب يعني الله يسعدكم جميعا، مشكلة بلاوي. نعم، ما فهمتش بس ابتهال. اسكتي ابتهال وخلي الدكتوره تكمل كلام. اسكتي. وعليكم السلام دكتور، ايش كنت تقول؟ بالنسبه للنت هنا عندنا دكتور في اليمن مشكله كبيره، حتى بعض الطلاب اللي يحضروا معانا احيانا المده تقطع عليهم، احيانا الكهرباء، احيانا حتى يخرجوا من المجموعه بسبب النت. كل هذه المشاكل بسبب النت يعني. ان شاء الله خير يا دكتور، ان شاء الله خير. ما في دكتور والله العظيم كثرة الحجج في الامر هذا بصراحه، يعني دكتور بس دكتور اسمعني صلى على رسول الله. اتفضل يا اختي ابتهال. اختي ابتهال اخرجي من صمتك وسمعينا سؤالك. هذا الله ما شاء الله دكتور. دكتور الصوت واضح الآن؟ أيوة، بس ارفعي شوي. دكتور أنا بتكلم بس النت عندي شوية ضعيف. الصوت واضح؟ تمام كده كويس. تمام. أسعد الله مساءكم دكتور. طيب مسائي. طيب دكتور. دكتور في معي سؤال بالنسبة للهيموجلوبين A1C. أنت ذكرت أنه من أسباب ارتفاع الهيموجلوبين A1C تمام الآن؟ أيوة تمام، أنا انتظر السؤال. طيب دكتور، سؤالي يا دكتور يقول السؤال إيش؟ لماذا يا دكتور لماذا الايرون ديفشنسي
أنيميا تعمل على رفع الهيموجلوبين A1C. أنت ذكرت أنه من أسباب ارتفاع الهيموجلوبين A1C الكاذبة أنها أنها الأيرون ديفيشنسي أنيميا، وفي أيضا من أنواع الأنيميا تعمل على انخفاض كاذب في الهيموجلوبين A1C. إحنا دكتور سوينا بحث تخرجنا على تأثير الأنيميا على أعيد السؤال يا دكتور. أوكي إحنا أيوة ما أدريش أنا الصوت قطع، دكتور لكن سؤالي بسبب الارتفاع الكاذب. الارتفاع الكاذب هيموجلوبين A1C هي الأيرون ديفيشنسي أنيميا، بينما في معنا أنواع أخرى من الأنيميا تعمل على انخفاض كاذب في الهيموجلوبين A1C. طيب دكتور إحنا سوينا بحث تخرجنا يا دكتور على تأثير الأنيميا على فحص السكر التراكمي، وطلعت يا دكتور معانا طلع معاكم ايش؟ جميل هذا الكلام. طيب دكتور قلت لك يا دكتور ايش طلع؟ طيب دكتور وفي مع انا انواع من انواع الانيميا تعمل على انخفاض كاذب في الهيموجلوبين A1C. احنا قلت لك دكتور لما سوينا بحث التخرج كان على تاثير الانيميا على السكر التراكمي عند الاشخاص غير المصابين بالسكري في اليمن، واستهدفنا اشخاص عندهم ايرون ديفيشنسي انيميا وليسوا مصابين بالسكري، واشخاص مصابين بالثلاسيميا والسكلس الانيميا وابلاستيك انيميا ميجال بلاستيك انيميا وغيرها. كانت يا دكتور النتائج نفس ما تحدثت يا دكتور، انه الاشخاص المصابين بالايرون ديفيشنسي انيميا كان عندهم إنه الناس ارتفاع الصوت راح الصوت على فكرة أنا تقريبا عندهم نلاقي 10 9 دكتورة أنا لم أسمع شيئا 8 بهذا الحدود يعني أو 14 12 على حسب السيفيرتي للأيرون ديفيشنسي أنيميا، بينما يا دكتور كنا نلاقي عند الأشخاص المصابين بالثلاسيميا خاصة البيتا ثلاسيميا والأشخاص المصابين بالسيكلس الأنيميا انخفاض شديد في الهيموجلوبين A1C. يعني كان الهيموجلوبين A1C عندهم يتراوح ما بين 1.5 1.9 طيب دكتورة يعني حتى أقل من الحد الطبيعي. صراحة طيب السؤال أول حاجة هي سريعة جدا في الكلام. ما ينفعش نشتغلوا لهذا. أيوة والصوت أنا مسمعوش كثير لكن لا أنا لا فهمت الفكرة. هم إيش السبب يا دكتور إن الهيموجلوبين A1C ارتفع كذا في الأيرون ديفيشنسي أنيميا؟ أوكي دكتور أنت سمعت شيء؟ سمعت حاجة دكتور؟ أنا ما فهمتش هي هاي طبع النساء لو تكلموا ما بسكتوش، يعني قاعدين نقولها استني شوي وهي ما شاء الله داخلة. لا بس الصوت كمان يا دكتور لكن أنا ما سمعت شيء ويبدو أنه عملوا بحث تخرج. هي تكلمت 1000 كلمة في الثانية والصوت قطع كتير، فلو هي تكتب السؤال بيكون أفضل. طيب على كل بالنسبة للموضوع هي تحتاج أنا اللي تعمل الآن دكتور، هو يحتاجوا تعليق على النتائج حقهم. هم بحثوا الآن وعملوا علاقة ما بين الهيموجلوبين A1C وأمراض الأنيميا بشكل عام، فأخذوا ناس عندهم سكر ناس عندهم السكر وقاسوا الهيموجلوبين A1C وأخذوا أنواع من الهيموجلوبين A1C من ضمنهم الايرون ديفيشنسي انيميا، وهكذا فهمت رغم انه ما سمعتش فهمت او يعني هكذا اخمن انه الايرون ديفيشنسي انيميا طلع عندهم مرتفع وارتفاع كاذب. واحنا قلنا بس هي دكتور خليها تكتب السؤال
اسمعني بس، خليها تكتب السؤال، عبال ما تكتب السؤال ناخذ واحد حد غيرها عبال ما تكتب السؤال. بسيمة تفضل يا بسيمة. بسيمة افتح المايك. عليكم السلام، كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله دكتور بسيمة. ايوه اسمع. الله يحفظك دكتور، هل صحيح ان مرضى الاعتلال الكلوي يعطى لهم الانسولين لدخول البوتاسيوم؟ ايوه احنا قلنا دكتور. اوكي خلاص السؤال باقي ولا خلاص؟ يعني وظائف الانسولين كمان دخول البوتاسيوم. ايوه نعم، هذا سؤال جيد جدا يا دكتوره. الدكتوره تمام يا بسيمه، كويس. السؤال جيد. احنا قلنا وظائف الانسولين الاساسيه ثلاث وظائف. اولا وظيفه انه يدخل السكر للجسم للخلايا. الوظيفه الثانيه ايضا يدخل البوتاسيوم للخلايا، يعني تبقى الان مع وظيفتين، وظيفه انه يدخل السكر وكمان يدخل البوتاسيوم. فتصور انت واحد عنده مشكله، مثلا الان السكر مرتفع واعطيناه انسولين زياده، فبيدخل له الخلايا، بيدخل السكر، صح بيدخل السكر، لكن مع ما يدخل السكر يدخل كمان البوتاسيوم، فيدخل المريض بنقص من البوتاسيوم. ولذلك عاده الناس اللي ياخذوا انسولين خصوصا في حاله الكوما وبجرعات كبيره، يجب عينك تراقب البوتاسيوم، لانه البوتاسيوم بيروح من الدم بيدخل للخلايا، فتحصل المريض حقك بعدين يدخل بالشوك من القلب، فتبقى انت تشي تعالج له السكر ميته من القلب، فضروري يراقب هذا الموضوع. فاحنا ايضا استغلينا هذه الصفه للانسولين انه يدخل البوتاسيوم. فاصحاب الفشل الكلوي اللي يزيد عندهم البوتاسيوم، وفشلنا في علاج نقص البوتاسيوم بالعلاجات التقليديه، وهضم قد دخلوا في غيبوبه، فنعطيهم احنا انسولين علشان نسحب البوتاسيوم من الدم الى الخلايا، بس برضه قد يحصل طبعا بيحصل هبوط السكر، فنعطيهم انسولين مع سكر، غرض الانسولين انه يسحب البوتاسيوم، والسكر تعويضي لما سينقصه الانسولين. فصحيح ما قلتيه، اصحاب الاعتلال الكلوي نعطي لهم احنا انسولين علشان ما يدخلوش في، طبعا علشان ما يدخلوش بمرض قلبي، لانه الانسولين البوتاسيوم يزيد يرتفع لارقام قياسيه، احيانا بالعلاجات وبالبفر سيستم ما نقدرش نعالج، فنعطي احنا انسولين. فوظيفه الانسولين فعلا ادخال السكر وادخال البوتاسيوم اضافه الى وظائف اخرى. شكرا كثير على السؤال. ايش الوظيفه الثالثه يا دكتور؟ ها الثالثه؟ الثالثه حاضر. الوظيفه الثالث، احنا كنا زمان في الـ في الـ في الشيزوفرينيا اللي هي مرض الفصام العقلي، طبعا هذا مرض خسيس، وهذا المرض طبعا الفصام هذا كان يعتقد في الخمسينات انه نتيجه لقضيه حاجه عقليه، هو كذلك، فكانوا يعتقدوا، طرحت افكار في العلاج في بدايه الامر انه اذا عملنا شوك للدماغ ممكن هذا المريض يشفى، فكان التفكير انه نعمل له شوك بنقص السكر داخل حجم الدماغ داخل الدماغ، فيعطوا كانوا انسولين بارقام معينه بحيث ما ينقصوش السكر عن 50 ل 45، ما يدخلش المريض في هيبه ويموت، فكانوا يعطوا الانسولين بجرعات محدده، فيدخل المريض بشوك نقص السكر الدماغي. فالغريب انه في حالات من هذه الحالات اللي هي للفصام شفيت، طبعا الان خلاص في علاجات جديده فتستخدم، يعني خلاص بطلنا الانسولين، فبقت وظيفه تاريخيه بس موجوده، يعني لو رجعتم للكتب هذه من الوظائف التاريخيه القديمه، يعني فكانت وظيفه في وقتها يعني. شكرا كثير يا دكتوره. تسلم، الله يحفظك دكتور.
شكرا شكرا. تمام تمام. انا والله يعني الاخوان في اليمن بصراحه بدنا نشوف لهم حل في قصه النت. الاخوان في اليمن لازم نشوف لهم حل في قصه النت. ما فيش حل يا دكتور، هذه مشكله امه. لا قصه الحضور يا دكتور، الحضور. لا ضروري الحضور يا دكتور، هذا موضوع ثاني نتكلم، نتكلم في موضوع اخر. هذا حضورهم يجب ان يكون، المداومه هذا امر اساسي. واحنا كيف نفرق بين الطالب المهتم من غير المهتم؟ واحده من الوسائل هي الحضور والغياب. نشوف في بهجة تويتي، التويتي والله الاسم العيلة حلو هذا، بهجة تويتي. تفضل يا بهجة. بهجة تويتي، تويتي سلفستر حاجة، رد علينا. فتحت المايك عنك يا عمي. فتحت المايك، انت رافع ايدك والنت برضه يمكن تظاهر. ما بعرف في الظاهر النت. عائلة تويتي، هو في عائلة فعلا اسمها التويتي؟ التويتي يا دكتور، التويتي. التويتي. التويتي، التويتي. لازم نتفق في نسبة إلى منطقة. تمام. دكتور احنا هيك نخلص ننهي. اللي عنده سؤال حبعث له الحساب تبعك يسألك على الحساب، هيك خلص بكفي. ايش على رأيك؟ على طول على طول. حاضر 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 على طول. الله يحفظك. انت معانا موجود اصلا في القناة، موجود في قناة التليجرام. انا موجود. احياك الله دكتور، شكرا. تلفون المسعودي لطف الله امرا. مين؟ فهد المسعودي. انتظر تلفونه منك، رقمه. أبشر. لطفا لامرك. ابشر، وانا منتظر منك توقيعك على ورقه بيضاء واسمك الرباعي عربي وانجليزي حتى نسوي الشهادات. على طول. حاضر. يلا السلام عليكم. السلام عليكم.